7 قتلى و25 مصاب في حادث اصطدام قطار بأتوبيس رحلات مدرسية. وانقطاع الكهرباء والمياه عن 5 محافظات بالصعيد. ومحلب في جولة مفاجئة يضبط بيع أنابيب البوتاجاز في السوق السوداء ويتوعد مفيش بلطجة بعد اليوم. وتأجيل عمومية انتخابات الصحفيين لـ20 مارس الجاري. مساء الخير، برحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم نهاية الأسبوع مع حضراتكم حلقة يوم الجمعة بنتابع فيها أهم الأخبار اللي حصلت. ودايما يعني حلقة يوم الجمعة شوية الأخبار يعني ما فيش أحداث قوي والأخبار خفيفة نوعا ما، لكن للأسف الشديد اتفاجئنا بخبر مؤسف ومزعج. رجعنا مرة تانية لموضوع حوادث القطارات والأتوبيسات والاصطدام ونزيف الدماء المستمر. النهاردة للأسف أتوبيس رحلات مدرسية، وده صعب قوي يعني. وفقا لمعلوماتنا كان في طلبة طبعا وفي كمان أولياء الأمور. الأتوبيس ده اصطدم بقطر تحديدا، القطر ده كان جاي، أو الأتوبيس جاي من محافظة الغربية عند مدخل بوابة مدينة الشروق، وحصل اللي قدام حضراتكم دلوقتي. الأتوبيس يعني طبعا انتهى تماما، وفي 7 لقوا مصرحهم و25 مصاب. المصابين وفقا لمعلوماتنا برضو موجودين في المركز الطبي العالمي. جثث الضحايا تم نقلها لمستشفى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. وزير النقل المهندس هاني ضاحي تفقد موقع الحادث طبعا، ودلوقتي في جهود بتبذل، معاينة مبدئية نيابة العامة علشان يعرفوا أسباب الحادث، ومش عارفين يعني هل تم التحفظ على يعني سواء الاتوبيس او سواء القطر، ايه وضعهم بالظبط، الحادثه حصلت ازاي. هنحاول نفهم مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن هذا الحادث الاليم، لكن نبتدي الاول مع زميلنا احمد غنيم. احمد موجود دلوقتي قدام مستشفى القاهره الجديده بالتجمع الخامس. مساء الخير يا احمد، يعني قول لي ايه الوضع عندك، مين اللي في المستشفى حاليا، ولو عندك معلومات زيادة عن الحادثة وأسبابها. تمام، برحب بك استاذه لبنى. اولا تفاصيل وملابسات الحادث. اولا هي كانت رحله تابعه لاحدى المدارس الخاصه لمدينه طنطا، وكانت هذه الرحله مكونه من 3 اتوبيسات. كان من ضمن برنامج الرحله التوجه لاحدى المزارع السمكيه على طريق الاسماعيليه الصحراوي الترفيهيه. كان هذه يعني هذا التوجه كان في تمام الساعه 10 صباحا، وللاسف كان الطريق المؤهل لهذه المزرعه غير مؤهل تماما. ربما يكون هناك طريق اخر وهم سلكوا هذا الطريق تسهيلا او ما الى ذلك، ولكن يعني هذا الطريق بيقطعه شريط سكه حديد، ولا يوجد مزلقان ولا يوجد اي تنبيهات او ما شابه. وربما يكون هذا الطريق هو من عمل الاهالي، هم يعني هم الذين عملوا هذا الطريق دون اي تنبيهات او ما شابه. السياره الاولى مرت بسلام، السياره الثانيه ايضا مرت بسلام، ولكن للاسف السياره الثالثه دهسها الطريق. من الغريب كما رايتم في الصور التي تم عرضها منذ قليل ان اولا كانت الحادثه في تمام الساعه 10 صباحا، يعني كان بالنهار، وايضا هي منطقه صحراويه، وبالتالي من السهل لرؤيه في حال هدوء يعني قدوم اي قطار من على بعد كيلومترات، وليس بالامطار ولكن كيلومترات، من السهل جدا رؤيه هذا الطريق. وحسب روايات السائقين الذين كانوا متواجدين في الحادث، سواء سائق السياره الاولى او السياره الثانيه، هم شاهدوا القطار ولكنهم مروا وانتبهوا جيدا لهذا القطار، ولكن للاسف سائق السيارة الثالثة لم ينتبه جيدا لقدوم القطار، وبالفعل ولقى مصرعه في النهاية، وقضاء وقدر. أسفر الحادث عن 7 قتلى
وتم نقلهم إلى مستشفى القاهرة الجديدة. أنا الآن متواجد أمام باب مشرحة المستشفى، وحتى الآن ما زال بعض الأهالي في انتظار استلام جسامين أبنائهم. أسماء السبعة الذين لقوا مصيرهم: أولا محمد فؤاد هو 44 سنة مدرس، 2 رامي عدلي 29 سنة وهو السائق، رشا بيومي 28 سنة مربية، وللأسف أيضا أبنائها لقوا مصيرهم: ندى فرحات 17 سنة ومحمد فرحات 3 سنوات، وكان هناك طفلان آخران أحمد مصطفى 7 سنوات ومحمد مصطفى 9 سنوات. لكن أيضا هناك يعني تم نقل 22 آخرين مصابين إلى المركز الطبي العالمي. وكان هناك الجدير بالذكر أن هناك كانت زيارة كما نواتي لبنى وزير النقل زار المكان، وأيضا مدير أمن القاهرة، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى زيارة المصابين. حسب الروايات وحسب روايات السائقين الذين نجوا من الحادث أنهم ألقوا اللوم على السائق أنه لم ينتبه جيدا إلى قدوم القطار، ولكن في النهاية طبعا قضاء وقدر. وكما ذكرت في البداية أيضا أن ما زال هناك بعض الأهالي في انتظار جسامين أبنائهم وزويهم، وأما هناك أيضا الإصابات ما زال حتى الآن لم يرد بعض الأخبار عن حالات الإصابة. تمام يا أحمد، نطمن على أحوال المصابين. معنا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير دكتور حسام. أهلا، الحمد لله. دكتور حسام، المصابين أعدادهم وحالتهم؟ يعني هي الإجمالي الحصيلة النهائية للمصابين عندنا 26 مصاب، واحد مصاب تم إسعافه في موقع الحادث، وتم نقل 25 مصاب إلى المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. في 9 مصابين تم إدخالهم العناية المركزة، 4 من الأطفال و5 من الكبار، وباقي المصابين تم حجزهم في الأقسام الداخلية بالمستشفى تحت الرعاية الطبية. طيب باقي المصابين بقى قد إيه منهم أطفال، قد إيه أولياء أمور؟ يعني يعني بالنسبة للكبار في عندنا في 7 مصابين من الكبار والباقي كلهم من الأطفال. يعني إجمالي 25، 7 من الكبار وفي 19 بشكل عام كده الأوضاعهم يعني مستقرة، يعني واللي حالاتهم حرجة دكتور في قلت لي في 9 يعني هم دول الحالات صعبة في العناية، في عناية مركزة بقية الإصابات هي اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وفجحات بالجسم. ده إجمالي الإصابات الأخرى يعني. طب وبالنسبة لحالات الوفيات والجسامين وإجراءات التشريح والنيابة؟ في عندنا 4 أطفال و3 من الكبار، والجثث كلها موجودة في مشرحة مستشفى القاهرة الجديدة تحت التصرف النيابي. تمام يا دكتور، شكرا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. معي على التليفون المهندس هاني ضحي وزير النقل. سيادة الوزير مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، تعازينا وانا عارفه وشفت حضرتك طبعا في الصور واحنا بنتابع الحادث، حضرتك كنت موجود وتفقدت مكان الحادث. زميلنا احمد غنيم ادينا بعض التفاصيل، ويمكن لو حضرتك طبعا عندك الصوره اوضح. وموضوع بقى طبيعه الطريق، يعني بيقول الطريق ده يعني طريق مش ممكن يكون الاهالي هم اللي عاملينه، القطر لو في مزلقان او في حواجز المسؤوليه، يعني حتى من المعاينه المبدئيه كده لحضرتك المسؤوليه تقع على مين يا معالي الوزير؟ شوفي في البداية طبعا أنا يهمني أقدم واجب العزاء لأبناء الأهالي المتوفين. الحادث طبعا النهاردة أثاره سيئة جدا يعني على كل يعني وضع غير مقبول. نقطة العبور اللي حصل منها العبور دي نقطة غير قانونية، ويمكن حضراتكم لو شفتم او راجعتم الموقف هتجد مكان مفتوح على طريق القاهره الاسماعيليه، بيبقى على يمين الطريق في اتجاه حضرتك متجه من القاهره الاسماعيليه السكه الحديد، في قبل في نقطه العبور دي في مزلقانين، قبليها في مزلقان وبعديها في مزلقان اللي هي نقطه العبور القانونيه. اللي بيحصل حضرتك للاسف ان مال الحته اللي هو اختار يعدي منها دي ايه؟ دي يا فندم دي حاجه جزء ناس عملت ممشى فوق السكه الحديد، شويه رمله كده على السكه الحديد بالظبط. لا وتحتيها والاتجاه بقى حضرتك لو تراجع الصور انا شايفه هتجدي ان في اتجاه نازل اتجاه المزرعه واتجاه ثاني اخر نازل اتجاه الطريق الصحراوي. طبعا هذه نقاط غير قانونيه، التصرف في هذا الطريق تصرف غير قانوني، تصرف عشوائي ادى بحياه الناس النهارده. يعني لا يجوز اطلاقا ان هذا الاهمال
كنت واقف النهارده وبتكلم مع الممثل القانوني للمدارس بعد الحادث مباشره. قال لي والله يا فندم احنا جينا وصلنا لغايه هنا وما كناش عارفين نيجي، احنا من طنطا وكلمنا الاستاذه فلانه الفلانيه عملت ادتنا لقينا تعدوا من هنا وتخرجوا من هنا وهي اللي وجهتنا. طبعا كان واقف رجال الشرطه، كان واقف رجال النيابه، خدوا الارقام وخدوا التليفونات. الموضوع الناس بتتعامل برعونه شديده جدا مع مرفق السكه الحديد. زي ما حضرتك لو تبص في الصور، احنا لما بنيجي نعمل مزلقان في حاجه اسمها مثلث الرؤيه. مثلث الرؤيه ده لازم الثلاث اتجاهات يبقوا مكشوفين. ليه بقى؟ لان المزلقان بتتم في مناطق فيها مناطق سكنيه، مناطق فيها مناطق زراعيه، مناطق فيها اشجار، فيها كده. المنطقه زي ما حضراتكم شايفين منطقه مفتوحه بالكامل، يعني اي حد حتى بيتبادر الى ذهنه انه يعبر السكه الحديد هيبقى شايف القطار وهو جاي. يعني لو بيعبرها بشكل غير قانوني هيبقى شايف حضرتك مكان القطار وهو جاي، وشايف القطار وهو جاي، المكان مفتوح بالكامل، الرؤيه مفتوحه بالكامل. طب وسواق القطر يعني هو بيبقى شايف برضو الاتوبيس، هل السرعه اللي كان ماشي بيها يقدر ان هو يعني لا يمكن لو ماشي حضرتك لو ماشي على 70 80 كيلو حضرتك في الساعه، والخط ده خط مفرط بيشيل 8 رحلات، 4 رحلات في الصباح و4 رحلات عوده. ده حضرتك السرعه مهما حاول يتوقف ممكن جدا يؤدي بحياه الركاب كمان اللي في القطار وفي في الحافله. يعني زي ما حضرتك شفت كده النهارده اثنين عدوا والثالث، وبعد كده الغريب ان السائقين الخاصين بالاتوبيسين التانيين بيقولوا احنا كنا شايفين القطر. طب يعني ازاي يحصل كده؟ ازاي يا زي طيب شايف يعني عربيه جايه كوتش؟ بص يا معالي الوزير، احنا عارفين ان في كتير من الاهالي للاسف يعني ما فيش تقدير للمسؤوليه، يعني اللي بيعمل مطب صناعي كده على الهواء في اي مكان يرتقي ليه، وزي ما احنا شايفين حتى المكان اللي عملوه علشان يعدوا قضبان القطار ما فيش طبعا لا اشارات ضوئيه ولا صوتيه ولا في مزلقان، لان الحته دي غير قانونيه اصلا. قبلها حضرتك قبلها بالظبط بكيلو هتجد اللي حضرتك بتقولي عليه، وبعدها بكيلو ونص هتجد اللي حضرتك بتقولي عليه. لكن ما انا بقول ان ده غير قانوني، الناس عملوه كده علشان شورت كات او اختصار لنفسهم يعني. لكن هل انا كوزاره يعني كحكومه فضلي. وزاره النقل مش معنيه برضو اذا كان في حاجات غير قانونيه، حاجات مخالفه انا اتعامل معاها اقفلها؟ يعني ما هو انا لو سبت المساله كل حد يعمل اي حاجه. بص حضرتك انا لا انفي المسؤوليه ولا القي المسؤوليات على الاخرين. احنا حضرتك في وزاره النقل او في هيئه السكه الحديد بالتحديد بيتم مرور شهري واسبوعي ويومي على مسار السكه الحديد لاسباب كثيره، من ضمنها الحوادث اللي احنا تعرض لها مرفق السكه الحديد، الحوادث الارهابيه. يعني بيتم المرور يوميا عشان نكشف على السكه ونشوف لو كان فيها اي حاجه يعني مفرقعات او شيء زي هذا القبيل. وبنمر حضرتك في مرور السكه بيبان هذه المناطق الغير شرعيه. تمام. اخطر بها الساده المحافظين مره واثنين وثلاثه، والسيد وزير الحكم المحلي مساعدنا جدا في هذا الامر، وتم غلق مجموعه. انت عارف حضرتك بنتكلم في اكثر من 4000. كنت اقول لك النسبه قد ايه حاجات غير قانونيه؟ ده اكثر من 4000 يا فندم. نقاط المعابر الرئيسيه 1332، دول اكثر من 4000، يعني قد الغير شرعي قدوا اربع مرات. فاتعمل ايه؟ اتقفلت بعض مناطق بالتنسيق مع الساده المحافظه، والنتيجه العكسيه انها بتتفتح مره ثانيه. فالموضوع استمرار وتعاون يعني عارف حضرتك بكافه الجهات، وزاره النقل لهيئه السكه الحديد، الساده المحافظين، الجهات الامنيه، والساده المواطنين. النهارده اللي حصل ده الساده المواطنين حرام اللي احنا شايفينه ده النهارده نتيجه تصرف فردي من شخص غير مسؤول يعمل طريق زي كده وبعد كده يقول له وادي النتيجه اللي بنتحملها جميعا. أنا بشكرك. يعني مش ممكن. صحيح يا فندم، حاجات غير مقبولة بالتأكيد، وأرواح الناس يعني ما يتمش الاستهانة بيها بالشكل ده، ويعني مش عارفين هنخلص إمتى من القصة دي. أنا بشكرك سيادة الوزير المهندس هاني ضاحي وزير النقل، شكرا جزيلا. برضو النهاردة كان في حاجة غريبة قوي، خمس محافظات في الصعيد من غير ولا مية ولا كهرباء، مش فاهمين إيه الأسباب اللي سبب الانقطاع إيه، وممكن قعدت فترة طويلة من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 3 العصر. فنحاول نفهم القصة إيه. معانا على التليفون دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ومعايا كمان العميد محي الصرفي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. برحب بحضراتكم، أبتدي بحضرتك يا دكتور محمد، ومساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذه لبنى. اهلا وسهلا. ايه موضوع قطع الكهرباء في خمس محافظات في الصعيد يا دكتور؟ لا هو للتوضيح احنا اصدرنا بيان اعلامي
في علشان نوضح تفاصيل الموقف. نقدر نقول انه من الساعة 2 الا ربع الساعة 13:45 دقيقة بعد ظهر اليوم الجمعة بالفعل حصل بالفعل حادث في احد الخطوط او تعطل يعني عطل يعني. المنطقة دي تقريبا حصل قصر على الدائرة في غرب باسوس جهد 500 كيلو فولت نتيجة لسقوط سلك أو كابل الخط الأرضي العلوي الخاص بهذه الدائرة. ده أدى إلى حدوث قصور أو شورت في الدائرة 500 القاهرة صملوط وفصلها وحدوث قطع لموصل من أحد أوجه الدائرة. طبعا ده في المنطقة تقريبا أقدر أقول على بعد 17 كيلومتر من محطة القاهرة 500 على تحديدا على المنطقة اللي بين البرجين رقم 479 و480. نتج عن هذا في المجمل خروج بعض محطات توليد الكهرباء. إجمالي قدرات هذه الوحدات التي خرجت 2500 ميجا وات كانت في محطات الكريمات وأبو هير والوليدية، وده برضو ترتب عليه فصل لبعض الأحمال زي ما حضرتك تفضلتي. لكن للتصحيح بس بنقول أنه فصل الأحمال كان عن بعض المناطق في المنيا وأسيوط وفي البحر الأحمر في منطقتي الغردقة وسفاجة. الساعة 2:30 كان تم إعادة الأحمال يا أستاذة لبنى المناطق المذكورة التي فصلت عنها الكهرباء في خلال 3/4 ساعة كان أعيدت لها الأحمال. احنا نحمد الله أن الشبكة الكهربائية المصرية هي شبكة موحدة ويسهل فصل منطقة وتوصيل من منطقة أخرى. تم إعادة هذه الأحمال يعني كهرباء رجعت المناطق حضرتك ذكرتها، لكن كهرباء رجعت بالكامل. انت قلت لي يا دكتور محمد ده عطل فني في محولاته وأثر على بعض الخطوط في المحطات. هو طيب اصلا العطل ليه يعني؟ لا. يعني فين الصيانة؟ ايه اسباب المسألة دي؟ لا بيبقى فندم حضرتك عارفة ان خطوط الجهد الفائق والعالي بيبقى فيه الخط الارضي هو الاعلى اللي بيبقى منفرد لوحده. ماشي. تمام. بيبقى هو الاعلى. تمام. بتبقى كابلات طبعا تقيلة ايا كان. انا سألت الحقيقة قبل التواصل مع حضرتك من شوية كنت على اتصال بمركز التحكم القومي لموافاتنا بالتحليل او الاناليسز اللي تم لهذا العطل عشان نعرف إيه؟ الكابل ده سقوطه كان ايه، هل هو يعني نتيجة لصيانات ولا تخريب ولا ايه او لاطلاق رصاص او هنعرف ونوافي حضراتكم بالتفصيل. طيب يعني لسه اسباب أيوة ما انا بس انا كنت عايز اقف عند الجزئية دي يعني كهرباء رجعت لكن ليه اصلا اتقطعت واسباب العطل ايه؟ زي ما قلنا هل تخريب ولا هل في مشكلة كانت في الصيانة؟ حضرتك يا ريت بعد اذنك يا دكتور محمد تبقى عندك الصورة كاملة في الموضوع ده ونرجع نكلمك مرة تانية ونشوف كان ايه السبب. طيب الموقف بالنسبة للمية ارجع لسيادة العميد محي الصرف في برحب بحضرتك معنا يا سياده العميد. اهلا بيك يا فندم، انا متحدث رسمي باسم الشركه القابضه. اهلا وسهلا. تحت امر حضرتك. الله يخليك يا سياده العميد. طيب الكهرباء اتقطعت ده كان عطل فني، ايه علاقه الميه بالكهرباء؟ ليه كمان كانت مقطوعه؟ الو؟ ابتداء من الساعة 10 الصبح كانت لا انا ما سمعتش بعض المناطق ما كانتش مؤثره بالنسبه لنا لان لا يا سيادة العميد معلش الخط بيقطع الصوت مش واضح معلش كده الحول. واضح حضرتك؟ ايوه قول لي يا فندم ابتدي كلامك من الاول معلش اذا تفضلت. حضرتك يا فندم احنا ابتداء من الساعة 10 الصبحية كان ابتدينا نشعر ببعض الانقطاعات في المنيا، كانت انقطاعات بسيطة ودي انقطاعات عادية ممكن تبقى يومية ما فيش مشكلة خالص. ابتداء من الساعة 2 الا ربع ابتدت الكهرباء تفصل عن جميع المحطات بتاعتنا تباعا من اول الفيوم والمنيا وبني سويف والاسيوط سوهاج وبعض محطات البحر الاحمر. الحمد لله ان احنا عندنا مولدات احتياطيه، ابتدينا نشغل المولدات الاحتياطيه. طبعا المولدات بتاعتنا بتشغل 50% من قدره المحطه فقط، مش مشكله ديت، ان المهم ان يكون في كميه ميه في المواسير على اساس لما ترجع الكهرباء تاني يبقى ما خدش زمن اكبر. الحمد لله يا فندم. ايوه برضه يا فندم يعني الميه اللي كانت مقطوعه هل ده ليه علاقه بالعطل اللي حصل في الكهرباء ولا لا؟
ما يا فندم احنا كل معداتنا بتشتغل بالكهرباء. بالكهرباء بس انا بفهم كده بقى. بتاعت المية في مواتير بتسحب المية من الترع، المرشحات بتشتغل بتاخد مية وتدفع مية منها للروافع بالكهرباء. حضرتك في البيت عند حضرتك عشان تطلعي المية لغاية الخزان فوق البيت. لا اصل حضرتك كهرباء. في الاول قلت لي ايه يا سيادة العميد؟ قلت لي انه الاول بالنهار يعني كانت المية مقطوعة عادي على كم منطقة وده عادي وبيحصل عادي، وبعد كده بقت مع يعني بعد فتره من الزمن المحطات اتعطلت واحده ورا واحده، ده مرتبطه بالكهرباء، لكن ما قبل انقطاع الكهرباء هو عادي في المحافظات الصعيد بالنهار بتبقى المايه مقطوعه، ده شيء طبيعي؟ لا انا ما قلتش حضرتك المايه كانت مقطوعه، انا بقول لحضرتك ابتدينا نشعر ان الكهرباء ابتدت تقطع عن بعض المحطات وده جزء طبيعي ان ممكن كهرباء تتقطع بالنهار ساعه او نص ساعه او في القاهره حتى ممكن تتقطع نص ساعه ربع ساعه ساعه وبعد كده ترجع تاني. طب الوضع دلوقتي طبيعي. ايه؟ ده طبيعي يعني ممكن عطل مفاجئ في اي حاجه تمام. انما انها تتقطع عن المحافظه بالكامل يا فندم ده هو ده اللي مش عادي فحضرتك ونتيجه ان الاعطال اللي حصلت دي كلها والحمد لله السرعه يعني ان مؤسسه الكهرباء يعني الموقف دلوقتي يا سياده العميد ان الميه رجعت للمحافظات الخمسه بشكل كامل دلوقتي الحمد لله بشكل كامل الساعه 3:10 يا فندم لجميع محافظاتنا ابتدينا وجهد كمان كان قوي يعني كان الاول ممكن كويس. ترجع لنا بجهد منخفض فما كنتش اقدر اشغل مواتيري برضو لا دي رجعت لنا بقوه بحيث ان احنا شغلنا على طول اطمنا ابتدينا نشغل مواترنا ابتدينا نطمن على محطاتنا وبعد كده ابتدينا شغلنا ودلوقتي كل المحطات يا فندم في كل المحافظات شغاله بكامل طاقتها. تمام شكرا سياده العميد محي الصرفي المتحدث الرسمي للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي شكرا لحضرتك. من الخدمات المقدمة للمواطنين من مية الكهرباء الأنابيب البوتاجاز بقالنا فترة كان الوضع مستقر رجع نوعا ما في بعض الاختناقات في بعض المناطق لكن أكتر مشكلة موضوع السوق السوداء وسعر الأنابيب بره المستودع. فالحقيقة النهاردة كان في زيارة مفاجأة أو زيارة ميدانية للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء راح وزار مشروع إسكان المواطنين الأولى بالرعاية هنا في مدينة 6 أكتوبر وكان موجود معاه دكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة كانوا رايحين بالأساس علشان يتفقدوا سكان منشية ناصر اللي تم نقلهم لوحدات سكنية في المشروع ده عشان طبعا موضوع العشوائيات ويعني ده شيء محمود ليهم الحقيقة لأن أنك تنزل زيارة ميدانية تقدر تشوف المشاكل بشكل مباشر أكتر ما تبقى قاعد في المكتب. فرئيس الوزراء وهو بيشوف وحدات الإسكان اتكلم مع الناس لقى الناس بيشتكوا له من نقص انابيب البوتاجاز وانها بتتباع في السوق السوداء بتوصل ل 100 جنيه و80 جنيه فرئيس الوزراء سمع الكلام ده راح رايح على طول وتوجه بشكل مباشر لمستودع الانابيب اللي موجود في المنطقه. قبل ما يوصل للمستودع وهو في طريقه للمستودع لقى انابيب البوتاجاز تتباع كده على الطريق فما كان منه إلا نزل من العربية وكان غاضب جدا وشاف المنظر ده فقال يعني فيما معناه هو الأنابيب بتتباع كده علنا في السوق السوداء يعني هو فاكر مثلا تتاخد كده على جنب ولا مستخبية الحكاية. فلما لقى الأنابيب قبل ما يوصل للمستودع كده في الشارع بتتباع طلع على طول على المستودع وراح قال يعني مش هينفع الكلام ده ومش هينفع نسيب الموضوع ده وإن الناس تروح تشتري الأنبوبة ب100 جنيه ده يعني كده من لحم الناس الحي. فقال وطلب انه يكون في رقابه تم تفرض على المستودعات وخاصه هذا المستودع اللي شاف فيه المشكله دي وان سعر الانبوبه ما يزيدش عن السعر اللي المفترض تتباع بيه اللي بنتكلم في حدود 10 جنيه. رئيس الوزراء سال لما راح على هناك على مدير المستودع هو فين مدير المستودع؟ فقالوا له ده راح يصلي الجمعه. فرئيس الوزراء قال له طب ما انا صليت الجمعه يعني احنا كلنا صلينا الجمعه هو راح يصلي الجمعه ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي. فالمهم يعني فرئيس الوزراء اتضايق جدا من القصه دي وراح ورجع مره ثانيه مستني مدير المستودع يرجع يعني اتاخر لغايه لما جه في الاخر. وقال للمسؤولين الاول قال لهم انه اتكلم مع وزير الداخليه الجديد واكد له على لازم وزاره الداخليه تفرض سيطرتها الامنيه على المنطقه بشكل كامل وعلى موضوع الاسواق السوداء والحاجات اللي بتتباع فيها باسعار طبعا مخالفه للقانون واكد على ان الشعب لازم يحترم الشرطه ولازم يشتغل معها ويساعدها والشرطه بدورها لازم تحقق الامن بالعدل والقانون ومش باستخدام العنف. واكد رئيس الوزراء في النهايه بقى بعد ما شاف القصه دي قال يعني احنا مفيش بلطجه بعد اليوم واللي هيلعب في قوت الناس مش هنشتغل.
هنسيبه. وفضل رئيس الوزراء موجود في المكان وفي المنطقة وعند المستودع لغاية لما جت قوة من الشرطة علشان تضبط الأمن وتمنع المتاجرة بأنابيب البوتاجاز في السوق السوداء. وقال رئيس الوزراء في النهاية هنحارب مافيا أنابيب البوتاجاز وكل مافيا في أي قطاع وهنطبق القانون على الجميع. النهاردة على مدار اليوم تواصلت عملية الاقتراع في 27 مقر في المحافظات لانتخابات أو لانتخاب نقيب الصيادلة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات. حصل الكلام ده وسط تأمين كامل من قبل قوات الشرطة. أعداد اللي كانوا مسددين الاشتراكات الخاصة بالنقابة وصل لغاية امبارح 80,000 صيدلي، وهم كده اللي هيبقى ليهم حق التصويت. المرشحين المتنافسين على مقعد النقيب بنتكلم على 7 صيادلة بعد ما أعلن دكتور علي عوف انسحابه من الانتخابات وإنه بيتنازل لدكتورة سعاد حمادة. وعداد المرشحين بقى على عضوية مجلس النقابة العامة وصل ل 50 عضو، وفي باقي المحافظات 499 صيدلي. ومن المفترض أن اللجان تقفل أبوابها على الساعة 7 من مساء اليوم. معانا زميلنا محمد الريس، نعرف منه بقى أجواء الانتخابات والحضور ومدى الإقبال. اتفضل يا محمد وصف لنا الصورة عندك لو سمحت. لبنى تحية لك ولمشاهدي الحياة اليوم من الصالة المغطاة باستاد القاهرة، حيث يجرى اليوم فعاليات انتخابات نقابة الصيادلة والتي بدأت منذ 9 صباحا وتستمر فعالياتها حتى 7 مساء. المقر الذي نتواجد به الآن هو مقر الناخبين التابعين لمحافظة القاهرة. عرفنا أن هناك لجنة في كل محافظة يقوم الصيادلة بالإدلاء بأصواتهم خلال لها. اللجنة التي نقف فيها مسجل بها عدد يقترب من 22,000 ناخب. هؤلاء الناخبين يعني أعدادهم تتراوح في كل فترة ما بين 6 إلى 8% أعداد المشاركة الفعلية. واليوم يعني المشاركة، كان هناك مشاركة في الصباح وإقبال من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم حتى قبيل صلاة الظهر، وانخفضت الأعداد قبلها بفترة قليلة ثم عادت مرة أخرى للازدياد بعد صلاة الظهر. لكن حتى الآن ربما ما زال الإقبال قليل جدا نسبة إلى عدد الناخبين المتواجدين المسجلين في هذه اللجنة. وكذلك عرفنا من أحد المسؤولين هنا أن ربما تقل نسبة المشاركة هذا العام لتصل إلى ما يقارب 4%. جدير بالذكر أن المشاركة هنا لا يوجد بها نصاب معين كي يعني تعلن النتيجة. النتيجة ستعلن بأكبر عدد وفقا لما وصل إليه الإحصائيات، بأكبر عدد بالنسبة إلى مرشح معين. لا يوجد نصاب، إذن أكبر عدد يحصل عليه مرشح يكون هو الفائز. كذلك عرفنا منذ الصباح أنه إلى جانب قوات التأمين المتواجدة من قوات الشرطة هناك إشراف من القضاء يتواجد داخل هذه اللجنة، عدد 4 مستشارين. هؤلاء المستشارين يعني يشرفون على سير العملية الانتخابية في هذه النقابة بشكل عام حتى يكون العمل فيها قانوني بشكل كامل. تمام يا محمد، فاضل نص ساعة ومفترض يتقفل باب التصويت. هنرجع لك مرة تانية إن شاء الله نعرف برضو إيه اللي بيحصل وبداية عملية الفرز ولو في أي مؤشرات. شكرا ليك زميلنا محمد الريس اللي كان بينقل لنا أجواء انتخابات نقابة الصيادلة. نتابع بقى نقابة الصحفيين، والمفترض كان في انتخابات ليها النهاردة، لكن تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ليوم الجمعة بعد الجاي، يعني يوم 20 مارس، علشان يتم انتخاب نقيب الصحفيين ونصف أعضاء مجلس النقابة. ده طبعا بالنسبة للتجديد النصفي اللي المفترض أنه يتم. قرار التأجيل اللي أصدرته النقابة جاي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللي المفترض يكون 50% زائد 1، يعني بتتكلم في حوالي 4006 عضو. لكن عدد اللي حضروا النهاردة لغاية الساعة 2 الظهر وصلوا ل 1009 عضو فقط. في انتخابات نقابة الصحفيين في التجديد النصفي بتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين. المنافسة الحقيقية تنحصر ما بين النقيب الحالي ضياء رشوان وسكرتير عام النقابة الأسبق يحيى قلاش. عدد المتنافسين بيوصلوا ل 72 مرشح على 6 مقاعد، يعني بمعدل 12 مرشح للمقعد الواحد، وهي تعتبر
يعني نسبة عالية جدا في تاريخ انتخابات نقابة الصحفيين، مؤشر طبعا على حدة المنافسة، لكن مش عارفين ازاي الوضع كده وازاي كان الإقبال ضعيف بهذا الشكل، فده اللي ترتب عليه التأجيل. نعرف اللي حصل النهاردة في تقريرنا اللي جاي. إقبال ضعيف شهدته انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين التي فتحت أبوابها من 10 صباح اليوم لاستقبال الناخبين، والتي لم يكتمل النصاب القانوني لها وتم تأجيلها للعشرين من مارس الجاري. نقابة مهمة جدا، مش بس للصحفيين ولا للإعلاميين، لكنها مهمة للوطن. هي واحدة من أهم مؤسسات منظمات المجتمع المدني المصرية، منظمات الديمقراطية الشعبية في مصر، لأنها بتعبر عن من يمارسون أخطر مهنة، مهنة الصحافة. لدينا مناخ هادئ جدا في النقابة، ومناخ إيجابي ومحترم، والزملاء كلهم بيتعاملوا مع نقابتهم باحترام شديد، وأنا أظن ده بيحصل طول الوقت في نقابة الصحفيين. العدد قد لا يعني يبدو قليل لأنه اليوم جمعة والوقت مبكر، بس القانون بيلزمنا بعمل انتخابات يوم الجمعة. إذا لم يكتمل العدد اليوم سنجتمع مرة أخرى إن شاء الله بعد أسبوعين في يوم جمعة أيضا. الزملاء بيتنافسوا ببرامجهم، الحكم في النهاية والجمعية العمومية. مطالبات عديدة لأعضاء النقابة من المجلس المرتقى بانتخابه وتغيير بعض قوانين النقابة الغير منصفة للصحفيين على حد قولهم. أنا كمرشح أنا بطالب بتعديل القانون 70، والصحفيين الحزبيين أكتر من حوالي 400 صحفي حزبي غلقت صحفهم، دي من أهم المشاكل اللي أنا بتبناها. عايزين هؤلاء الصحفيين يتوزعوا على شركة قومية للتوزيع إسوة بزملائهم. من المهم جدا أن يتم استكمال أيضا ما بدأ المجلس فيما يتعلق بالخدمات والحقوق التي يتم ضمانها للجماعة الصحفية، ما يتعلق بالزيادة السنوية في البدل الصحفي حتى يمكن الصحفيين بالفعل من الحصول على أحسن تدريب وعلى مواجهة تكاليف الحياة. لا يمكن أن تتحدثي عن صحافة حرة دون أن يحصل الصحفي على دخل مناسب. أيضا توفير المعاشات لأساتذتنا وعظمائنا الذين قضوا وأفنوا أعمارهم في خدمة هذه المهنة، يجب أن يحصلوا على معاش مناسب. أيضا توفير التمويل اللازم لمشروع العلاج، لأن مشروع العلاج الآن في النقابة أصبح بيخدم 19,000 صحفي وأفراد أسر صحفيين، فهو مشروع حيوي جدا لابد من توفير التمويل المناسب لهذا المشروع. 22 لجنة من المقرر أن يتم التصويت فيهم بمقر النقابة للاختيار ما بين 51 مرشحا لعضوية المجلس وستة متنافسين على مقعد نقيب الصحفيين. وسط آمال كثيرة معلقة على مجلس نقابة الصحفيين القادم، بدأت انتخابات التجديد النصفي لمقعد نقيب الصحفيين وستة من الأعضاء لتكون خطوة لتمهيد الطريق أمام بدء مرحلة جديدة في مسار الحرية للصحافة المصرية. أي جمال الدين، الحياة اليوم. بعد الفاصل، هل ممكن تفكر ان انت تسيب البلد، مش بس البلد، تسيب كوكب الارض كله وتسيب كل الدنيا وكل الناس وتطلع على المريخ؟ وتطلع على المريخ مفيش عودة، مفيش رجوع مرة تانية؟ على فكرة ده ممكن يحصل، وهيحصل مع ضيفنا اللي هيشرفنا بعد الفاصل، محمد سلام. ايه الحكاية، ايه القصة، ده اللي هنعرفه منه ان شاء الله، هيكون ضيفنا في الحياة اليوم. لم تكن فكرة السفر إلى المريخ والعيش فيه إلا مجرد دعابة تداولها كثير من الأشخاص، فذلك الكوكب الذي عرف بالكوكب الأحمر يحتوي هواؤه على نسبة كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون تقدر بنحو 95%، مما جعل بعض العلماء يعتقدون استحالة وجود حياة على سطحه. رفض بعض العلماء الانصياع إلى الأمر الواقع باعتبار المريخ غير مؤهل للحياة، وقرروا الذهاب في رحلة بلا عودة إلى هذا الكوكب لاكتشاف إمكانية الحياة عليه وإنشاء مستوطنة بشرية به. فقامت شركة هولندية تعمل في مجال أبحاث العلوم والفضاء تدعى مارس وان بإطلاق مسابقة في عام 2012 حملت اسم رحلة بلا عودة إلى المريخ، لاختيار عدد من الأشخاص من حول العالم للقيام برحلة إلى هذا الكوكب. بدأت المسابقة بأكثر من 200,000 متسابق، تم تصفيتهم إلى 100 شخص، سيتم تصفيتهم أيضا إلى 24 شخصا، وكان من بين 100 شاب مصري يدعى محمد سلم. كوكب المريخ هو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس داخل النظام الشمسي، ويصنف على أنه كوكب صخري من مجموعة الكواكب الشبيهة بالأرض. يبلغ قطره حوالي 6800 كيلومتر، وهو بذلك مساوي لنصف قطر الأرض، وثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد.
تقدر مساحته بربع مساحة الأرض، وتبلغ درجة حرارته العليا 27 درجة مئوية، ويتكون غلافه الجوي من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء وغازات أخرى. الاتحاد السوفيتي كان سباقا في غزو المريخ، فقد انطلقت أولى الرحلات الفضائية له إلى الكوكب الأحمر في عام 1962 بمركبة مارس 1، لكن الاتصال انقطع مع المركبة وهي على بعد 106 ملايين كيلومتر لتفشل المهمة الأولى، فيما نجح الأمريكيون بواسطة مركبة مارينز 4 من الوصول إلى المريخ عام 1965 والحصول على أول الصور عن ذلك الكوكب بواسطة تلك المركبة إلى جانب معلومات مهمة، لتستمر بعدها الكثير من الجهود لاستكشاف الكوكب الأحمر. وفقا لعلماء كثيرين، فإن كوكب المريخ بمساحته الشاسعة وسماته الجيولوجية الغريبة وطقسه القاسي لا يمكن استكشافه من قبل روبوتات ومركبات مسيرة عن بعد، بل من قبل أناس مدربين ومزودين بآلات متقدمة وثقيلة وذات مميزات ومهام خاصة من أجل البحث عن الماء. ففي حال تم التأكد من وجود الماء في مكان ما على هذا الكوكب، فإن ذلك يعني أن هناك حياة عليه، وأن وجود الماء سيكون ضرورياً لتزويد رواد الفضاء الذين سيقطنون على سطح الكوكب. ريم سمير، الحياة اليوم. موضوع غريب جداً، يعني كتير مننا يفكر 100 مرة قبل ما يسافر في أي حتة، قبل ما يسيب بلده ويروح، ولا كسيب أهلي وصحابي ومعارفي والحتة اللي متعود عليها وهروح وهغامر، لا خليني في المكان اللي أنا أعرف. وموضوع أنك تسافر مش لدولة تانية بقى، أنك تسيب الأرض باللي فيها باللي عليها وتطلع على الفضاء وتروح على المريخ، ويا ريت رايح على المريخ شوية وراجع، لا دي رحلة ذهاب بلا عودة، هتعيش هناك بقى مستوطنة بشرية. إيه شكل العيشة في المريخ دي يعني، والواحد هيعمل إيه؟ ومعقولة خلاص هيقضي طول حياته فوق على المريخ، وهو أصلا ليه سافر المريخ وما يرجعش تاني؟ يعني ليه ضيفنا محمد سلام اللي أول ما دخل عليا قلت له معقول الكلام ده بجد؟ قال لي آه، ولا بقى زحمة ولا حوادث ولا قلبوت بوتجاز ولا أزمات ولا أي مشاكل. أهلا بيك يا محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. معقولة؟ معقول معقول. طب يعني احكي لي الأول إيه موضوع المسابقة، وإنت إزاي خدت القرار كده ورحت وقدمت؟ أوكي. هو اولا هي مش مسابقه زي حاجه ممكن الواحد يكسب كده بالحظ. ده برنامج علمي. انا لقيت البرنامج ده سنه 2013 على احدى مواقع الاخباريه يعني بالصدفه البحته. تمام. وبعدين لما قريت هم عايزين يعملوا ايه بالظبط، ما بقتش فاهم فعلا التكنولوجيا اتقدمت للدرجة دي ان احنا 10 سنين او 12 سنة ممكن نبقى موجودين على كوكب تاني. قريت كتير في الموضوع، ولكنه القرار ما خدش مني كتير، لانه انا من وانا صغير يعني بحب جدا علوم الفضاء. طيب. وبحب النجوم والكواكب وبحب الاستكشاف. اشوفها تدرسها يعني. لكن تروح برضو في حاجة يعني، هو الفكرة انه كل حاجة مدروسة. علم الفضاء عامة احنا مش داخلين فيه خالص في الوطن العربي، في افريقيا عامة. ايه السبب الحقيقة انا ما عنديش فكرة يعني، ولكن البحث العلمي بره متقدم بشكل فظيع. ايوه احنا يعني ما عندنا مشاكل الارض، مشاكل على الارض لما نخلص دي نبص على الفضاء. فانت مهتم بالفكرة جد. مهتم بالابحاث بعلم الفضاء بشكل عام، لكن زي ما بقول انت ممكن تقرا تدرس، لكن انك تاخد القرار، انت مش رايح هناك سنه ولا سنتين ولا خمسه ولا الكلام ده، انت رايح هناك مش راجع تاني، صح؟ صح. اولا في جزء يعني في جزء فني، ليه مش راجعين تاني؟ ليه يعني بقى؟ ما حدش سال انتوا ليه يا جماعه مش عايزين ترجعوا تاني؟ اه هنسال يا ريت نقدر نرجع. ولكن التكنولوجيا النهارده عامه لما بتقدمي مشروع النهارده لازم يبقى التكنولوجيا بتاعت النهارده هي اللي شايله المشروع كله. ما اقدرش اقول ان انا هعمل حاجه لما اكتشفها ابقى نبقى ننفذ. فالتكنولوجيا بتاعت النهارده للاسف ما فيش خالص اي حاجه تخلينا ما اكتشفوش لسه اي طريقه نقدر ان احنا نطلق بيها صاروخ من على كوكب المريخ، لان عمليه اطلاق الصاروخ دي عمليه معقده جدا جدا، يعني بيجربوها كتير قوي هنا وبيشتغل عليها ناس كتير وبيجربوا الصاروخ قبل ما يطلع مليون مره،
وعشر ثواني في الهواء احتماليه انه ينفجر عالي جدا وهم. طب وانت يا محمد ايه اللي زنقك على كده؟ يعني ايه اللي عايز، ايه اللي يخليك تسافر هناك؟ يعني مثلا يعني الناس اللي حواليك، معارفك، صحابك، خلاص مش هشوف الناس دي تاني، وهتعيش فوق تعمل ايه وتعيش ازاي؟ يعني قول لنا برضو انت ايه خالص اللي بيدور في ذهنك. هي مش زنقه ولا ما تقوليش بس دراسه علوم فضاء والكلام ده ما تدرسها وانت على الارض. والله انا لو كنت اقدر ادرسها هنا في بلدي كنت درستها من زمان. وكان انت زهقان من حاجه هنا؟ لا خالص خالص، انا لما بزهقان بسافر مع اصحابي، يعني مش محتاج ان انا اغير الكوكب عشان افك عن نفسي يعني خالص. طب وبعدين؟ اولا المشروع ده بدايه من 2016 اول السنه اللي جايه هيتم اختيار 24 شخص. ال 24 شخص دول هيقعدوا لحد سنه 2024 بيدرسوا كل العلوم الموجوده على الارض بما فيها الطب والهندسه. ولازم ال 24 شخص ياخدوا دكتوراه يا اما في الطب يا اما في الهندسه. دي من الشروط الأساسية. تمرين قاسي لمدة 8 سنين بيسموه psychological training أو حاجات نفسية بالضبط عشان العزلة. ولازم كل شخص يقعد مع التيم بتاعه شهر وشهرين وثلاثة كمان في أماكن معينة في الأرض يشوفوا بيقيموا إزاي الإنسان يقدر يقعد لفترة طويلة مع نفس التيم. مين اللي هيزهق؟ مين هو انت المفروض المجموعه اللي هتسافر في الاخر كام واحد؟ 24 شخص، ولكن هم دول هتفضلوا عايشين مع بعض طول عمركم. يعني الى ان يقبل الله امرك كان مفعولا. بالظبط ال 8 سنين اللي جايين ال 24 دول هيبقوا يدخلوا في التريننج مع بعض ويدخلوا في الدراسه مع بعض، هيبقوا رواد فضاء، هيتعلموا حتى الطيران. ففي 8 سنين شغل كتير، شغل بجد لحد ما عد اول رحله. الله اعلم في 8 سنين ايه اللي ممكن يحصل. احنا ممكن نكتشف تكنولوجيا جديده تعرفوا ترجعوا بقى من المريخ. بالظبط، ممكن نكتشف حاجه تثبت لنا ان الابحاث بتاعتنا غلط واصلا ما نقدرش نروح. فاحنا لسه بنتكلم في تايم لكن الفكره كبيرة. يعني احنا برضو بنناقش الفكره انك انت عايز تسافر مره تانية، مش بلد تانية، كوكب تاني وكوكب بلا حياه، ويعني موضوع تتعايش ازاي؟ يعني جنة بدون ناس ما تنداس زي ما بيقولوا. انت بقى معاك هم مثلا، يعني لو قدر، لو ربنا قدر، يعني انت 20 شخص هتفضلوا عايشين مع بعض. يعني برضو فين الاسره؟ فين المعارف؟ فين صحابك؟ اسرتك اخبارها ايه يا محمد؟ انت متجوز اول ولا مش متجوز؟ لا. انا قلت اكيد ما مش متجوز وزهقان منها فقلت سيب لها الارض. يعني طيب فانت مش متجوز فما فيش حياه يعني. طيب اخواتك، الاب، الام، العيله، الاسره؟ انا يا والدي ووالدتي متوفيين من فتره، من سنه 2000. بعيش مع اخ اصغر مني عنده 28 سنه. اكيد جزء انه انا لو في حد مسؤول مني مستحيل ان انا افكر في الفكره دي. وانا اصلا مش بفكر في الفكره دي عشان انا زهقان من حاجه او ما فيش حد مسؤول مني، لا لا بالعكس خالص. انا بحب البحث العلمي جدا وبحب علوم الفضاء. واي حاجه الاولى من نوعها دايما كانت بتقابل بهجوم شديد، لانه اي حاجه احنا ما نعرفهاش دايما بنبقى متخوفين منها. ولكن احنا لو فضلنا نفكر بالطريقه اللي هي لا، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، يبقى كان في حاجات كتير قوي النهارده ما كناش هنقدر نوصل لها ولا نخترعها. انت بتشتغل ايه اصلا يا محمد؟ انا بشتغل في احدى شركات التامين. تمام. يعني حاجه ما لهاش اي علاقه بمجال الفضاء. هو ينفع بقى تعمل تامين على حياتك لما تسافر ولا لا؟ التامين هنا على الارض. على الارض ما ينفعش. طب انت ما فكرش يعني اتجوز، اعمل اسره، ابقى مسؤول عن اطفال وحياه وكده؟ لا طبعا فكرت كتير الفتره اللي فاتت. انا عندي 32 سنه. بس في البرنامج اللي انا موجود فيه دلوقتي انا شايف انه اولا كمصري وعربي احنا ما عندناش اي حد في المجال ده خالص. وانت العربي الوحيد؟ في عربي اخر من العراق، بس هو بيحضر دكتوراه في امريكا، فاعتقد ان هو قاعد هناك. فانا بغطي مساحه كبيره قوي من على الخريطه النهارده كالمصري الوحيد، وكمان قاعد في الشرق الاوسط. نشأتي وتربيتي كلها هنا، انا ما درستش اي علوم الفضاء، وكنت متخوف جدا انه احنا كنا 200 الف شخص في الاول. هياخدوني انا معقوله؟ انا مش دارس حاجه، انا مش عارف حاجه، لان انا عامل ابلكيشن طويله شارح فيها حياتي كلها. طب من ضمن الاسئله مثلا ايه طبيعتها علشان يعني يختاروك انت؟ يعني في الابلكيشن في الاول خالص كانوا بيسالوا اسئله زي ليه انت عايز تروح المريخ؟ ايه اللي خلينا نختارك؟ اسئله العاديه. بس هم قلت لهم ايه؟ يعني انا في الاول خالص قلت لهم انه طبعا انا بحب علوم الفضاء وكل حاجه، بس الفراعنه
أجدادي المصريين دايما كانوا متقدمين في كل حاجة بالفلك. ومن من الحاجات اللي فعلا غيرت الأسئلة والأجوبة هي علوم الفلك، وهم كانوا متقدمين جدا وبيؤمنوا حتى بالحياة بعد بعد الموت والبعث. فأنا على الغرض ده أنا عايز أروح هناك قبل ما أموت، مش زي ما هم كانوا بيفكروا إن هو لما حد بيموت كانوا بيحتفلوا بيها عشان هو هيكون موجود في مكان تاني. هم كانوا بيدوروا على كاركترز معينة، يعني أنا لا عندي دكتوراه في حاجة ولا دارس علوم، ومع ذلك من 200,000 شخص أنا النهاردة موجود وسط 100 في مرحلة متقدمة جدا. أنا بقالي سنتين بالضبط في القصة دي، ما حدش عارف عنها حاجة، والمرحلة اللي جاية ما حدش حاول يقول لك يا سيدي خليك هنا بلاش الكلام ده، وحاول يقنعك كده ويعني لا طبعا كتير يعني. طب خلينا نشوف قالوا لك ايه وانت رديت عليهم بايه، لكن بعد الفاصل نكمل حكاية محمد وقراره اللي خده انه يروح للمريخ يعيش هناك ورحلة بلا عودة. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم. الواحد وهو بيروح هيسافر في حتة يا فسحة أو عمل، بيبقى عايز يعرف الظروف المحيطة كده، هيعيش إزاي، هعيش فين، هاكل إيه، هشرب إيه، يعني هفضل عايش طول عمري في هذا المكان. إحنا جزء من الامتحان الأخير اللي اختاروا فيه المية كان ادونا حاجات كتيرة جدا نذاكرها. من ضمن الحاجات اللي ادوهنا عشان نذاكرها الميشن أو المهمة بتاعتنا من وقتنا دلوقتي لحد 2024 وبعد ما نوصل كمان فيه. ازاي هنعيش، ازاي هنوفر الاكسجين، ازاي هيبقى فيه مياه، هناكل منين، هناكل ايه، كل الحاجات دي. زي ما قلت لحضرتك هو قال لكم ايه يعني، ما ماشي يعني ما فيش اكسجين، ما فيش مياه، يعني ايه شكل الحياه؟ كوكب المريخ ولا لا خالص، كوكب المريخ كوكب عليه غلاف جوي زي الأرض، بس مكوناته مختلفة. في جزء منه أكسجين، جزء صغير قوي، والجزء الأكبر هو ثاني أكسيد الكربون. عملية استخراج الأكسجين عملية كيميائية سهلة جدا بتتعمل في أي معمل. عملية استخراج المياه حتى لأنه آخر الأبحاث اكتشفوا فعلا أن في مياه تحت السيرفس أو تحت السطح بتاع المريخ، وده حدد حتى اللوكيشن او المكان اللي هينزل فيه فريق العمل في 2024. لازم المكان يكون السيرفس او السطح تحتيه ميه كتير عشان هيتم عمل حفر كتير. بس انتوا كده اللي هتشتغلوا تطلعوا ميه وتنتجوا اكسجين طبعا بمعادلات كيميائيه هناك هتدربتوا عليها. اول رحله هتبقى صعبه جدا، يعني اول فريق يطلع ده هيبقى عنده شغل كتير قوي قوي، يعني انتوا اللي هتمهدوا الارض للناس اللي جايين في مفاجاه بعد كده. كل يعني سنتين بيطلع فريق كمان، بس انا عايز اقول لحضرتك دي الخطه بتاعت مارس 1 بس. انا متاكد انه لو اول فريق طلع ونزل مليون شركه، والاتجاه عامه كله هيبقى هناك. هو الفكره انه مين اللي ياخد الخطوه الاولى او ياخد الريسك الاكبر. في اخر 10 سنين الشركات بتاعه السياحه الفضائيه دي في اخر 10 سنين الترم ده بقى موجود بشكل كبير. الاتجاه عندهم انه احنا كده كده احنا هنروح المريخ، هي مساله وقت، ولان هي عمليه بتتكلف مبالغ رهيبه. بس انت مش دافع مصاريف السفر صح؟ لا خالص، لا 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 خالص خالص. اكيد طبعا ده كفايه ان انت يعني واخد الخطوه وتاشيره بقى. هتاخد ايه معاك وانت مسافر؟ فكرت شنطه وليه ليك شنطه سفر يعني ولا مفيش؟ مش حاجات كتير يعني. هاخد معايا صوره لعيلتي واصحابي، هاخد معايا كتاب القران، هاخد معايا اله موسيقيه لو اقدر، انا بحب المزيكا، بس مش هقدر اخد حاجه تاني. ذكرياتك يعني ناسك حبايبك. هقول لحضرتك على حاجه، الكونسبت ده اصل احنا بنكبره قوي، احنا بنحب العاطفه زياده. عادي انا ممكن اروح يجي لي عقد في في في, في اي حته في كندا مثلا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاك. لازم نرفع الاذان، اتفضل. معلومات مهمه. بح
محمد سلام ضيفنا وقراره بالسفر للمريخ والحياة هناك. بنحاول نفهم معاه إيه الأسباب وشكل الحياة اللي متصور إنه يعني هيروح وهيعيشها بإذن الله. محمد الأول، هو من هنا للمريخ يعني أولا كنت قلت لي في الفاصل حاجة، قلت لي ده الصعب مش إن أنا أعيش على المريخ، الصعب في السفر نفسه. في السفر بنتكلم على المسافة ولا على المخاطرة؟ على المخاطرة وعلى المسافة سواء بسواء يعني. أولا الرحلة حوالي المتوسط 7 شهور. في ناس طبعا إيه ده 7 شهور، إزاي تفضل قاعد 7 شهور في نفس المكان؟ بس محطة الفضاء الدولية اللي هي بتشغل أي نتورك في العالم اللي موجودة في الغلاف الجوي بتاع الأرض من التسعينات، بتحتاج تصليحات، بتحتاج تحديث. أي رائد فضاء أو مهندس بيطلع لازم يقعد 6 شهور بيمارس الحياة عادي خالص، بالعكس ده بيدوله يوم أجازة كمان ما يشتغلش فيه. فقصة 6 شهور أو 7 شهور دي بالتمرين مش مشكلة خالص، ولكن الأخطار أنه بيسموه ديب سبيس أو يعني في الفضاء عامة في إشعاعات كتيرة جدا بتمثل أخطار كتير، في حاجات كتير ممكن تبوظ او يحصل لها مشكله، وبيبقى في بلان بي دايما، بس الريسك بتاعها عالي. واحنا بنقول دي هتكون اول رحله بشريه، قبل كده كان انسان آلي يعني. اكتر من 40 رحله طلعت من الستينات لحد النهارده، كلهم روبوت او ساتلايت اقمار صناعيه، وفي 7 منهم دلوقتي شغالين على كوكب المريخ، 5 اقمار صناعيه و2 روفرز او روبوت انسان آلي يعني موجودين على سطح المريخ، وهم اللي بيعملوا الابحاث وبيطلعوا الجبال وبيتحركوا وبياخدوا عينات ويبعتوها. ولكن في الاخر الروبوت ليميتد يعني برضو مهمته محدودة، ما يقدرش. لكن انتوا مهمتكم يعني تقال لكم انتوا رايحين تعمروا المريخ طبعا. يعني لما بنتكلم على مثلا الحياة العدد، احنا بنتكلم في النهاية هيبقى قد ايه؟ 33 24 ما بين رجال وسيدات 12 و12. وهو يعني اتقال لكم كده يعني ده هيبقى مثلا هتتجوزوا وهيبقى في حياه يعني؟ هم قايلين الاستراكشر من الاول 24 شخص، 12 ولد و12 بنت. كل هيتقسموا 6 تيمز، 6 فرق، كل فريق لازم يبقى فيه 4 ولدين وبنتين، لازم يبقى فيه 2 دكاترة و2 مهندسين. ولازم الأربعة يكونوا من قارات مختلفة، لأنه لما بتيجي تمثل البشرية أنت مش بتنحاز ناحية حاجة. فبالنسبة لقصة التكاثر والكلام ده، إحنا هما ما يعرفوش أي حاجة عن الموضوع ده يعني، والناس دي ما بتشتغلش في حاجة غير لما يكون البحث العلمي عندها متقدم بنسبة 80 أو 90% ضمنين إيه اللي هيحصل، وفي 10% ريسك. انما دلوقتي هم ما يقدروش يقولوا، لان في اشعاعات ضاره على المريخ، لانه ما فيش زي غلاف يحمي زي الاوزون على الارض. عامل الجاذبيه ده عامل مهم جدا، الجاذبيه على المريخ تلت الجاذبيه على الارض، فما يعرفوش الجنين ممكن يتكون ازاي. في البحث العلمي يعني ما فيش معلومات كتيره جدا، فهم حتى مش بينصحوا اول تيم اول 5 6 تيمز كمان ان هم يجربوا الموضوع ده خالص. طب وانتوا هتعيشوا فين هناك يعني؟ يعني هل هيتعمل بيوت يعني ولا ده ايه؟ وجاذبيه بيتعمل حاجه زي كامب، الكلام ده كمان درسناه وموثق. الكامب ده هيتبني من يعني في 3 رحلات هتطلع قبل اول رحله فيها بشر، 3 رحلات سنه 2018 وسنه 2020 وسنه 2022. دول هينزل 2 روفرز او 2 انسان آلي، وهينزل اليونت او الهاردوير الوحدات اللي هيتبني بيها الكامب. الروفرز هم اللي هيبنوا الكامب كله، وهيبتدوا اعمال الحفره، هيطلعوا الميه ويحطوها في خزانات بعد ما ينقوها، ويستخرجوا الاكسجين ويحطوه كمان في الخزانات. هيقوا الجو العام الفاينل تاتش قبل ما 2024 ما تنطلق اول رحله. هي دي شركة هولندية؟ هي شركة هولندية. ما نعرفش ايه هولندا يعني في ال هي شركة هولندية مالهاش خالص يعني، ما عملتش حاجة في علوم الفضاء قبل كده. هما 2 مهندسين زي ما بنقول لقوا الطريقة اللي نقدر نعمل بيها ننفذ بيها المهمة دي في حوالي 10 12 سنة، وابتدوا تقريبا من زيرو. اتكلموا مع كل الشركات اللي هي الرائدة او المختصة في المجال ده،
وتعاقدوا مع شركات كتيرة زي الشركات اللي هتصنع الصواريخ اللي هتطلع، زي الشركات اللي هتعمل البدل بتاعت رواد الفضاء فوق لأن هي ليها سبيكس أو ليها مواصفات معينة، زي الشركات اللي هتعمل اليونتس السبلاي يونتس، والشركات اللي بتعمل الروفرز. فهم تعاقدوا مع جميع الشركات لأنه الفكرة فعلا تقدر ممكن تتنفس في 10-12 سنة، ولكن كان العامل الأكبر إزاي يلاقوا التيم المهيئ نفسيا اللي هو يقدر يتمرن 8 أو 9 سنين، لأن دي أصعب حاجة في الميشن. إحنا بنتكلم على حاجة من غير عودة، وأنا بتكلم معاك يعني ما بين محاولة فهم طبيعة التجربة وفهم أسبابك ودوافعك لاتخاذ القرار ده وإيه اللي بينتظرك على المريخ، وبندخل شوية غير الشق المعلوماتي الجانب أو البعد الإنساني. أخوك اللي أصغر منك قلت لي مروان بالزبط. مروان أصغر منك 4 سنين بالزبط. مروان قال لك إيه وإنت بتاخد القرار ده؟ مروان عارف أنه يعني أنا عندي تلسكوب في البيت، فمروان عارف أن أنا أصلا بحب الحاجات دي من أنا صغير، وقصة أن أنا كنت أجيب التلسكوب وأدخل بيه بقى البيت عليه وحاجة كبيرة كده، يعني إيه ده، ما فيش عمري ما شفت التلسكوب في مصر. فهو عارف أن أنا بحب الحاجات دي، و صورة التلسكوب أهو. وهو من الناس اللي دايما بتشجعني حتى في المرحلة دي، ومن الناس اللي عارف ان هي واقفة في ظهري، بيديني دايما positive energy كل ما بتكلم عن الموضوع. هو مش صغير خلاص، هو لو اخويا كان طفل صغير مسؤول مني مستحيل ان انا كنت اخد القرار ده. وانا وهو عايشين مع بعض بقالنا 15 سنة لوحدينا من ساعة ما والدي والدتي توفوا. ما انا عشان كده بسألك لان انتوا خلاص مالكوش الا بعض. هقول لحضرتك على حاجة، انا لو ما كانش في مريخ او حاجة وانا شخص عادي قررت ان انا اسافر بلد عربي اشتغل، ما كانش حد يستضيفني في التلفزيون يقول لي ازاي يا ابني هتسيب اخوك. ايوه كنت هترجع اجازة. دول صحابك يا محمد، الصورة على الشاشة بالظبط. دول بقى يعني اكيد انت خدت كمية تعليقات اول ما قلت لهم انا طالع المريخ ومش راجع تاني يا اصحابي يا حبايبي. طب ممكن تقول لي يعني نوعية التعليقات كده اللي اتقالت لك ايه؟ والله في حد مثلا قال لي المريخ، اذا انت عايز تروح المريخ؟ قلت له اه. فقال لي ليه يا ابني، طب ما تروح مثلا الاهرامات وابو الهول. قلت له اه الحقيقه فعلا صح، ممكن اجيب جعران وشويه حاجات حلوه كويسه. وفي حد تاني قابلته بالصدفه قال لي اخبارك ايه، عامل ايه، ما كانش يعرف حاجه عن الموضوع. قلت له تمام. قال لي ها اتجوزت ولا لسه؟ قلت له لا والله لسه. قال لي ايه ده ما اتجوزتش ليه يا ابني؟ قلت له يعني مش مركز دلوقتي، بفكر اسافر يعني عايز اسافر وكده. قال لي ايه اللي بفكر وانت يعني هتروح المريخ؟ فضلت باصص له شويه كده وبعدين قلت اديها له في وشه واقول له انا رايح المريخ. قلت حرام عنده اطفال يعني. بس عامة انا اول ما دخلت الموضوع ده من سنتين وقلت لاصحابي كمية الضحك الهستيري which is normal انا عارف، لانه الموضوع غريب علينا. هو غريب عامة الموضوع ولكن هو اغرب علينا. شوف انت قلت حاجة من شوية، لو انا مسافر في اي دولة عربية او حتى اجنبية ما كنتش يعني طبعا احنا شرف لينا طبعا تكون موجود معنا ونسمع الحكاية دي، لكن انت عايز تعمل حاجه مختلفه، عايز تدخل يعني تدخل التاريخ، يعني يبقى في حاجه على الرغم من اذا كان في سلبيات في مشاكل في تحدي مخاطره بتدفع حياتك، يعني انه هبقى عامل ازاي هعيش ازاي ولو انا ندمت او كده مش هعرف ارجع تاني. هو في كذا بعد للموضوع. اولا انا يشرفني جدا ان انا كمصري ابقى موجود في بروجرام برنامج عالمي زي ده، هو محط الانتباه دلوقتي في كل الدول اللي بتهتم بالعلم ده. دي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، وعشان كده انا مصمم ان انا عايز اكمل فيه عشان اكون مثل كويس لكل شباب جيلي والوطن العربي عامه. بس خلينا لو اتكلمنا بموضوعيه شويه بغض النظر عن انه لسه الرحله كمان 9 سنين. النهاردة أنا موجود. طب هتلحق في 9 سنين دول يعني ممكن تعمل حاجة يعني في فترة الانتظار دي هتغير حاجة في حياتك، ممكن حاجة طبعًا تعملها تخليك طبعا أنا ترجع في القرار ابتديت مثلا. لا مش أرجع في القرار، أنا ابتديت من دلوقتي أنه إزاي أستفيد بالمرحلة دي وأفيد غيري. محتاج أن أنا نفسي أن أنا أروح مدارس كتير، أكلم الأولاد على علوم الفضاء قبل ما أقول لهم أن أنا رايح المريخ، لازم يعرفوا أصلا العلم ده لأن إحنا مش بندرسه خالص غير بناخد معلومتين كده في ابتدائي، ومش بنرجع له خالص، مع أنه سبحان الله يعني العلم ده هو بره اللي بيقدم الدول.
العلم ده هو بره ما فيهوش اي مشاحنات عنصريه خالص. الروس والامريكان صحاب جدا وحبايب على محطه الفضاء الدوليه، حتى بيتكلموا لغات بعض. فانا مش عارف ليه احنا مش جوه العلم ده، وانا نفسي اكون خطوه بان احنا نبتدي فعلا ان احنا نهتم بالعلم ده. عايز فعلا في المرحله اللي جايه اوري الناس انه في حاجه كويسه جدا بتحصل بره احنا مش بنبص لها هنا، وانا متاكد انه في ناس كتير واطفال كمان هيكونوا بيحبوا الموضوع ده، بس هي الفكره ان هم مش عارفين اذا كانوا بيحبوه ولا لا، وده بيجي دور المدرسه انه هو ازاي يقدر اطلع من الطفل الحاجه اللي هو بيحبها واخليه يشوفها، اخليه احطها قدامه. عشان سيمبلي انا قاعد النهارده على الكرسي ده لان انا ذاكرت اللي انا بحبه لمده سنتين اتنين فقط. الفكره ان انا اكتشفت ان انا بحب الحاجه دي متاخر، لو كنت اكتشفتها وانا صغير كانت هتختلف. كل شيء باوانه والسفر ليه اوان. ويعني انا بشكرك انك موجود معانا، بشكرك ان انت يعني اشركتنا كده في تجربه ان شاء الله تقوم بيها، وان شاء الله ربنا يوفقك فيها. صح، ممكن انا اكون مستغربه، ممكن غيرنا يكون برضو شايف الموضوع يعني غريب او جديد علينا، واتخاذ القرار فيه صعب، لكن دايما في بدايه ودايما لازم يكون في حاجه مختلفه، ولو ما كانش كده ما كانش يبقى في الاختراعات او ناس تفكر في في في, في انها تسيب الارض وتكتشف المريخ او القمر او كل الحاجات دي كلها. لازم الناس كلها مش زي بعض، لازم تلاقي ناس كده تقول لك ايه، لا ده دماغه ايه ده، لا الجنون ده هو ده اللي بيكتب التاريخ، وهو ده اللي بيخلي الدنيا مختلفة. فكل التوفيق ليك يا محمد، وهنا على الأرض أو في المريخ ربنا يوفقك. شكرا. بعد الفاصل يعني أنا أول ما محمد قال لي أنا مسافر وطالع على المريخ وكده، قلت له أنت مرتبط، طب متجوز، أحسن تكون مثلا أنت زهقان من حاجة، محبط من حياتك، فهسيب الأرض باللي عليها، بالمدام، بكل حاجة، بالأزمات، بالمشاكل، وهطلع. لكن هل ساعات فعلا يعني الواحد بيبقى مخنوق قوي كده من المدام؟ ليه إحنا عندنا في الثقافة الشعبية، مش الشعبية، الثقافة المصرية بشكل عام، عندنا كده مفهوم الست المصرية نكدية، يقول لك أنا أتجوز، نفسي أتجوز أي واحدة أي جنسية تانية، لكن المصرية دايما نكدية. هل الستات المصريات فعلا نكديات بجد؟ ولا هم يعني غصب عنهم، والراجل هو اللي ممكن يكون السبب في النكد؟ ممكن تكون هي اللي شايلة مسؤولية البيت وعندها يعني أزمات ومشاكل، والراجل مروق دماغه كده، فبالتالي يعني من الهم اللي شايلاه تنكد، صح ولا لا؟ نسأل بعد الفاصل. هل الزوجة المصرية ظلمة ولا مظلومة؟ مفترية ولا مفترى عليها؟ ليه في ثقافتنا دايما العبارة الشهيرة كده لمعظم الأزواج بيقولوها إنه دايما الست نكدية، الست المصرية نكدية، ده أنا أروح أتجوز أي ست تانية، لكن المصرية دايما أنتوا عندكوا النكد والزن وبترخموا علينا بشكل كبير بداعي أو بدون داعي. هل الكلام ده حقيقي؟ ولو كان حقيقي هل في أسباب؟ والنكد هل بس هو ده سلاح للمرأة ولا سلاح للمرأة والرجل؟ هل في مساواة في القصة دي ولا في عوامل نفسية أو بيولوجية في تركيبة، يعني في حاجة غلط في القصة ولا لا؟ الموضوع ده بقالنا فترة اتفتح بشكل كبير قوي في مقالات وموضوعات صحفية وجروبات على الفيسبوك وغيرها. النهاردة هنناقش القصة دي، وهنفتح برضو تليفوناتنا قدام حضراتكم، علشان دي بقت ظاهرة اجتماعية وبقت مشكلة بين الأزواج والزوجات بشكل كبير. أنا معايا وبرحب في الحياة اليوم بدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة الزقازيق. أهلا بك يا دكتورة هدى، مشرفانا. ودكتور وائل أبو هندي، أستاذ الطب النفسي ومؤسس موقع مجانين.com. أهلا وسهلا بك يا دكتور. وأستاذة رحاب بدوي، رحاب زوجة وأم لثلاث أولاد زي السكر، شفتهم احنا داخلين حالا دلوقتي، ومؤسسة أو أدمن صفحة طلبات المفروسة أوامر، والمفروسة هنا طبعا هي الزوجة أكيد تفهم كده حتى النخاعي. طيب قبل ما نبتدي مع الأساتذة والدكاترة، أتكلم مع يعني ست البيت بقى والموقع المدعى عليها أنها نكدية، ده مش حقيقي. المدعى عليها، المدعى بافتراء، هذا افتراء. ليه يا رحاب؟ هنقول يعني ايه الاول، من لفقطها من الاول، يعني ايه نكد؟ غضب، زعل. انا شايف ايه، انا عايزه طلب وانت عايز طلب، انت ما حققتش طلب وما حدش، فبقى اسمه النكد او الغضب. ابرره ازاي او اعلنه عني ازاي او اعلن عنه ازاي؟ لو طول ما هطلبه مره
والثانيه والثالثه اوف كده بقى اسمه نكد. بس ده مش نكد دي متطلبات ولازم تتعمل زي ما انت شايفها انا شايفاها. هتمشي ازاي؟ اللي عندي بعمله، اللي عندك لازم تعمله. فيتقال عليا ان انا نكدي. لو انا ما عملتش اللي انت عايزه هتبقى انت اللي نكدي. ضغوط الحياه كمان واللي حاصل اليومين دول من يعني كل 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 اللي حاصل من الضغوط على الزوج بره البيت، لان احنا اغلب الظن بتبقى جوه البيت برضو، مش الخلفيه ما بتبقاش زي اللي بره، فبيبقى زهقان من بره البيت. فبيجي من بيجي جوه البيت مش عايز يسمع لا كلام ولا طلبات ولا مشاكل ولا اي حاجه. اتكلمتي بقيتي نكديه خالص، يعني مش مطلوش مسموح مني غير انك انت تعملي اللي بيطلب منك وبس. طب واللي مطلوب مني انا مش لازم انت تعمله؟ مش كل واحد له. طيب هل برضو المشكله في اسلوب الطلب او الالحاح؟ يعني دايما الست بتبقى طلباتها حاميه، يعني احنا بنتكلم بصراحه، اللي هو بتبقى عايزه تخلص وتنجز، مثلا في كذا كذا في البيت ما تعملش ليه عايزين نعمله، الولاد كذا كذا يلا يلا. الراجل شويه بيبقى ممكن دماغه فيها 100 الف حاجه، فحاضر ربنا يسهل، حاضر بالراحه، بينسى. فكن الست بتبقى بتفتلف بقى من زوجه لزوجه، دي ما فيهاش قواعد خالص. لانه انا عن نفسي هتكلم عن نفسي، انا لما بشوف الوضع انه ما ينفعش طيب يلا ودي تأجل بقى لأجل غير مسمى يعني. لكن ما بطلقش اللي هو اسمه النكد ده، يعني يعني مش دارجينه في القاموس، علشان هو بيبقى زي انا من وجهه نظري انا بشوف كست مصريه بقى زي بتوع زي أصيلة. ما أيوة. اللي فيه مكفيه ما بحطهاش قاعده. لكن في ستات بتقف عليها آلية الطرف زي ما كانت الدكتوره بتقول، انه شوف الطريقه اللي انا هطلب بيها الحاجه بتاعتي. يعني النكد يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه كده بقى كده بنكد؟ ما هي اعمل ايه دي بقى اللي بتوصلك للنكد. يعني انا طلبت مره اثنين وثلاثه وانه مفيش انه بزعل بغضب، فهو الغضب ده اللي هو يدعى ايه؟ النكد. انا مش هقول انه نكد، انا اقول ان انا زعلت عشان انت ما عملتش ده، عشان المفروض انه كان يتعمل ده وده وده، لانه ده لو ما اتعملش هيحصل ده وده وده اللي ورا منه. ممكن من ناحيه ثانيه يا دكتوره ان الراجل يقول للست انت نكديه عشان تسكت، يعني بخوفها اقول لها بقى يعني كده انا شايفك نكديه فخليكي لطيفه. يعني عايز افهم برضو مفهوم النكد ايه. أيوة. المفهوم العلمي للنكد. انك انت سالتي عن مفهومه، لان مهم ان احنا نعرفه. النكد ايه هو؟ هو عنف غير مباشر بيمارسه طرف اضعف على طرف اقوى. طرف اضعف هو اللي يمارس لانه الاقوى مش محتاج انه يمارس نكد. مش احنا بنقول الثعلب لازم يبقى مكر؟ طب الاسد مش مضطر يبقى الاسد المكر؟ فانت وانت بتتكلمي عن عنف غير مباشر يمارسه الطرف الضعيف في مواجهه الطرف القوي، وهو لانه ما بيطلب احتياجاته ما بيتردش عليه بشكل سوي، فيبقى هو يمارس يعني ده يبقى هنا ايه؟ تراث من النكد، يعني تراث تورثه الجدات، لانه ده ميكانيزمات دفاعيه عن البقاء والوجود. اساس الحدوته هو ان المجتمعات، مش الرجال يعني انا مش هتكلم عن الرجال والنساء، المجتمعات قسمت الادوار بين الرجال والنساء. وهو المجتمع تتولدي منذ ان يكتشفوا انك انثى يبتدوا يدوكي ادوار نسائيه. تمام. ويخلوها يسموها طباعك، وهذا غير حقيقي. هي ليست طباعنا. هم بيعمموها لمجرد النوع. ونحن نكتسب طباعا فنظن انفسنا هكذا. والرجال كذلك، يعني اقعد اغرس في الولد انه الشجاع القوي الشهم الذي علي ان يكون، مع انه ممكن يبقى فنان ورقيق وناعم كل حاجه، لكن انا بخلق تمييز بين الجنسين على اساس الجنس، مجرد ان اكتشف نوع بعمل تربيه من نوعين مختلفين. في التربيه دي معظم الاوقات احنا المجتمعات ادت الادوار للرجال ادوار واجد لها اجر. حتى لو كانت ادوار بسيطه او عاليه. للنساء ادوار خدميه ما عليهاش اجر. فان شاء الله تبقى الجنه تحت اقدام الامهات. لكن الام دي ممكن الزوج يتجوز عليها السكرتيره الحسناء لانه اوضاعه بقت احسن. رغم انه الجنه تحت اقدام الامهات، وده شيء يرضينا. يعني هي شكرا اخد حقي في الأخر. لكن ما بيديكيش بقى في المقابل، انت ما بتلعبيش ادوار القوه الموازيه. فبتكون النتيجة النساء عليها أن تتسلح بأشياء أخرى. من الأشياء الأخرى اللي عليها أن تتسلح بها أنها تواجه هذا القوي، هذا الأسد، بدور الثعلب المكار. فتبقى قاعدة ما سمعتكش وأنت بتتكلم مثلا، ما خدتش بالي حاجتك في الغسيل. يعني هناك أشياء يمكن أن احنا ننكد بيها. مش كتير بيعمل كده على الأقل. لا احنا هنا بنقول إيه؟ هنا يعني بنقول إيه؟ هذا سلاح أنا عشان أشيله بتقول له أنا غضبانة بس ما اقدرش يعني اقول بخناقه انه يبقى فيه نديه عشان انا كده ممكن هخسر قدامه فباخد اساليب ثانيه. عايزه اقول انه هنا
صفة النكد ليست صفة نسائية، إنما بتكتسبها النساء نتيجة أوضاعهم الاجتماعية الظالمة. طيب لو هم خدوا وضع فيه عدالة يبقى منين هي هتتصف بالصفة دي؟ الصفات مرتبطة بأوضاعنا الاجتماعية. طب هل مرتبطة بمجتمع انتهازي؟ لسه مرتبطة بقى بمجتمعاتنا، مرتبطة بمجتمع الشرقي، يعني بتقلك دايما المصرية لما بتقولش الأوروبية الأمريكانية. طيب بالضبط، أنت عايشة في مجتمع للأسف شديد له طبيعة انتهازية. يعني في الفرح منسيين النساء، في الحزن مدعيين. فانت تروحي للمجتمع وتضحي بالحياه من اول ما هدى شعراوي طلعت تعرض نفسها لرصاص الاحتلال الانجليزي بنهايه ثوره 19 وانتصار سعد زغلول، اول كلمه انه اعلن تأففه من مطالب هدى شعراوي في مجلس النواب لصالح المراه. فيبقى ايه؟ يبقى مفهوم ان احنا لطاف قوي ساعه الازمه والكارثه مطلوبين. نخلص يتم تسريح الجيش النسائي والعودة للأدوار التقليدية ويبقى دمنا تقيل في الشارع والناس رفضانا برة ومطلوب نرجع تطلع لنا الأوراق الصفراء من كومودينو بتاع المجتمع. فيبقى في الآخر عليك أن تبقي مرة أخرى رغم أنك أثبتت جدارة ونجاحا وقدرة على أداء كل الأدوار، لكن ما تاخديش مكاسب. لكن هنا بقى المجتمع المصري عنده مشكلة أنه لما بيصنعش تراكمات ثقافية هو يرجع يدور التاريخ مرة أخرى ويقولك ارجعي لنقطة الصفر، فترجعي تنضلي على حق طلبتيه في القرن ال19 وخدتيه، فيتيجي دلوقتي تلاقي نفسك لسه بتطلبيه تاني فينهكك في الكفاح. تمام. ويدفعك إلى الجدران، في الجدران الطاقة السلبية بدل ما تطلع إيجابية. تمام. لصالح الحبيب والمجتمع تطلع تنكد عليهم بصراحة. طيب. حقنا خلي طب يعني كده الرجالة مظلومين بقى يا دكتور وائل ولا إيه؟ لا الرجالة مظلومين ليه؟ هو الحقيقة أنه الست النكدية هي ست إما أنه جوزها مقصر أو جوزها غلطان. مقصر يعني إيه؟ سلام على الكلام. الحقيقة أنه يعني إحنا كشرقيين، الرجل الشرقي، وقد يكون ده يصح على جنس الذكور عموما من غير تريننج، يعني إذا ما عملتلوش تدريب فهو هيبقى الشكل اللي أنا هقوله ده. اتفضل. بيعمل الطلعة الأولانية كويس قوي. إزاي؟ وما عندوش يعني بيقدر يكسب قلبها، يكسب موافقتها على أنها تعيش معاه. بعد كده هو غير معد إطلاقا لعلاقة طويلة الأمد، كيف يرعى امرأة على المدى الطويل؟ ما عندناش حد كده خالص. لازم فيبقى اللطافة والكلام الجميل والحاجات الظريفة في الأول خالص لغاية هي كائن جنسي بس عشان تبقى فاهمة في دماغ معظم الرجالة. كائن الجنسي ده في البداية أنا بعمل له كل الحاجات اللي ممكنة، بعد كده بيبقى صعب عليه أصلا إنه يفهم إن عندها مخ وإنها زيه. أنا بسمع من الأولاد لغاية النهاردة من طلبة في الجامعة يقول لي يا دكتورة أنا اكتشفت إن البنات بتفكر زينا. مش فاهم يا حبيبي، وأنت كنت فاكر بيفكروا إزاي؟ أنت متخيلة؟ جنس آخر. لا ده سببه على فكرة القيود الاجتماعية اللي بتتعمل أحيانا يمنعوا الولاد عن البنات. أيوة. فيبقى الولد فكرته عن البنات من الأفلام اللي بيشوفها في التلفزيون. بس كلامك من زمان يا دكتور، دلوقتي لا 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 خالص يعني. ده دلوقتي في الراجل عارف كويس امكانيات الست، والست بقى بتعمل كل حاجه. لا لا مش كله حاجة مش كله دلوقتي كده، مش كله كده. طيب المهم تعالى نشوف الست بقى بتعمل ايه. المقدمه وهو مش فاهمها، هو اما هو واخد منها بس شق او جانب الاخر، يا اما يبقى هو كده قصر في حقها لان هو مش هيعرف يراعيها، مش هيعرف هي بتحتاج ايه. تمام. ايه النوع من الكلام اللي بتحتاجه؟ ايه نوع الاهتمام اللي بتحتاجه؟ ما بيعرفش انها مهم انه يقعد يسمعها، ان هي لما تيجي تحكي له حاجه هي عايزه تتسمع، مش عايزه يقول لها الحل. يعني هي الحل ده في الاخر بس انت تسمعني تتكلم. خلاص. طيب في الناحيه الثانيه ان انا عندي ازواج كتيره جدا بيعملوا حاجات الزوجه بتشوفها مش صح. عندك بقى مشكله في الست المصريه انها بتروح على طول مستدعيه دور الام. صحيح. تجيبه من وراه وتبتدي تتعامل معاه على انها عايزه ترتبه وعايزه تظبطه، بدل ما كان عندها ولدين ولا ولد وبنت بقوا اتنين ولاد وكمان بنت. يعني بينضم ليهم وتبتدي هي تبقى عماله ترعيه، عماله يعني دور بقى الحبيبه والعاشقه. طب الزوج طب لا اسف يا دكتور، الزوج فعلا بيطلب الدور ده من الست. يعني هو عايز امه. هو عايز منها امه. طيب ايوه ده حقيقي. يعني هو اللي بيحط نفسه في الكاركتر ده. هو يستدعي ده صح كده، بس في الاوقات دي واحده يرحب في الاوقات اللي هو يعني بتبقى دي مطلوبه بالنسبه له، لكن لو هي عملت الدور ده ممكن يشوف ده شيء سلبي. انت هتعملي امي عليا جاي تعلميني. مطلوبه ازاي؟ هو هنا مش مطلوبه، هو بشروط مش واعي انه يطلب ده بالمعنى ده. أيوة. هو مزبوط. لا ده هو بيغلط خلاص، بيعك
وهي بتبتدي تصحح. هو بيأثر يا ابني يا حبيبي، يعني يا حبيبي ما ينفعش كده، انت لازم. الرجل لا يقبل هذا الاسلوب. طب بالظبط كده، يبقى ده نكد مستمر. نكد خلاص، يبقى طيب هل هنا بقى اللي كنت الجزئيه اللي كنت بسال عليها، هنا المشكله في اسلوب المراه؟ يعني انا ممكن انا اقوم او اغير او اصحح او اطلب طلباتي باسلوب بشكل يتقبله الرجل، ولا اصلا الرجل هو رافض هذا المسار؟ يعني هو مش عايز تبقي لطيفه بدون طلبات بدون كلام علشان ما تبقيش نكديه، فتحتي بقك وقعدتي كذا ترغي كتير، لا ده حاجه مش حلو. ما لم يتم تدريبه وتوسيع دماغه عشان يفهم خلاص، فهو اللي انت قلتيه بالظبط ده. هيبقى هو يعني هو عايزها لمهمات معينه. تشتكي بقى ولا مش عارف ايه، لا مش هينفع الكلام ده، مش مسموح. ومالوش دول للاسف الشديد ده موجود. وجات التكنولوجيا الحديثه، عايز اقول لك انها نيلت الدنيا بشكل غير ممكن. ليه بقى؟ اقول لك ازاي. هو اللي بيحصل بالظبط انه بعد فتره الجواز الاولانيه تبتدي تفطر العلاقه بالتدريج، كل حد ابتدى يزعل من التاني ومش لاقي رد فعل، يعني عملت نكت شويه ما لقتش نتيجه. كان بيستحمل قبل الجواز على فكره، كان بيستحمل طبعاً. تشتكي تطلب تقول كان كلام على قد كل حاجه طبعا لطيف. يعني ما بقول لك الطلعه الاوليه بتبقى كويسه. ازدواجيه الرجل الشرقي ازاي يجيبها؟ خلاص طيب. بعد كده يبتدي بقى الست عندها المكافاه والجائزه اللي بتديها للراجل اللي هي العلاقه الحميمه، بتديها له عشان هي مبسوطه منه وبتحبه. هو مش الموضوع ده. الست محتاجه انها، يعني انا دايما بشبه بقول انه الست في الناحيه العاطفيه او في الناحيه الانفعاليه العلاقه الجسديه دي زي الكيكه اللي انت محتاج تقعد تعمل لها تخمرها وتحط لها بيكنج باودر وتستناها لما، بعكس الراجل ده حاجه عامله زي الدمل لما بيتملي عاوز يتفضى. انت متخيله الموقف عامل ازاي؟ طيب يبقى انا عندي كائن بطبيعته ما عندوش استعداد ان واحده تبقى مش مستعده. وفي نفس الوقت الواحده اللي انا عايزها تبقى على طول مستعده دي انا مش مقدلها حقوقها ولا فاهمها كويس ولا بسمعها. طيب مع طول ده يبتدي يحصل ايه؟ اولا تقلب في المزاج وكل شويه في انفعالات، تشتكي كتير. بعد شويه يبتدي يبقى التواصل المعرفي او الفكري او العاطفي ما بينهم ما عادش زي الاول. التواصل والعلاقه الجنسيه تبتدي برضه تنحدر. يبتدي الاطفال يحصل عندهم تدهور بقى دراسي، انحراف، ايا كان، يبتدي يحصل مشاكل عند العيال. رد الفعل بتاعهم على دوت هما الاثنين كذا رد فعل بقى، عارفه اول واحد يعني ايه؟ يعني كلامك يا دكتور يعني بتلتبس الاعذار وبتحاول تفهمنا. لا 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 انت ما بتدافعش لا عن المراه، ولكن بتفهمنا الطبيعه النفسيه لده ولده. لكن نشوف بقى يعني اللي مش دارس القصه دي او الرجاله المصريين عموما بيشوفوا الست او الزوجه ازاي. نزلنا صورنا كده وسمعنا اراء بعض الرجال في المراه في الزوجه، نتابعها مع حضراتكم. حته نكديه فعلا قد تكون نكديه بطبعها فعلا، وتحتاج الى راجل نكدي عشان يتعامل معاها كويس بسبب ضغوط الحياه اللي موجوده بسبب الشغل وظروف الحياه والاولاد، خاصه مع كبر السن ومع تقدم السن ومع تقدم الاولاد المشاكل بتزيد والستريس بيزيد. هي بترجع للراجل نفسه برضه، كان مكفي بيته او على مش مكفي بيته. الزوجه مغلوبه على امرها، لان الست بلاها الراجل لازم طبعا يجري طبعا يشوف اكل عيشه ويبقى مسؤول عنها في المصاريف ولازم منه. فطبعا اذا كان الراجل كويس ويراعي ربنا فيها هتبقى كويسه وعيشه تبقى حلوه. هو النكد اصلا مش من الزوج ولا من الزوجه، النكد اصلا من بعد عن ربنا. لو كل واحد عامل التاني بما يرضي الله مش هيبقى فيه نكد، لان دي سكن ليه وسكن ليها. فالموضوع مش موضوع مين ناكد ومين منكد. لا عمر الزوجه ما كانت نكديه، النكد احنا اللي بنعمله، لان اسلوب الحياه اللي حوالينا وضغوط الحياه هي اللي بتجيب النكد. طبيعي الزوجه النكديه موجوده في كل بيت في مصر، والمصري في العموم لو ما لقاش زوجه نكديه ممكن يطلق اللي معاه ويدور على زوجه نكديه علشان تبقى الحياه على طبيعتها. دماغهم صغير يعني، كل حاجه نكد نكد في البيت ما تعرفيش. حتى في الشغل، حتى الحريم او البنات في الشغل تلاقيهم دايما كده قافشين مع الرجاله، مش شايقينهم. انت مع المقوله اللي بتقول ان الزوجه نكديه؟ اه طبعا نكديه فعلا يعني، وربنا يسهل وخطيبتي ما تسمعش الموضوع ده. سمعته خلاص. ايه رايك في كلام الناس؟ هو راجل جميل لك لو مراتي مش نكديه هطلقها، وده واحد يعني في كده برضو. لا هم بيتكلموا بشكل فني طبعا. طبعا بس هم بيقول لك بطبعها. يعني استخدموا كلمه بطبعها
وانا مندهشه ازاي الناس مثلا عشان يبقى معاه ليسانس يقعد يدرس 16 17 سنه ولكن عشان يبقى زوج ناجح او زوج او زوجه يعني بتؤدي واجبها في حياتها ما حدش يعتمد الا على نصائح الجدات اللي هي مليانه بالتخويف وباثاره القلق وقصقص ريشه. ما هي ان احنا طول الوقت بنتكلم مع كائن ضعيف سيرتبط بالطيره بجناحين فنقصقص ريشه او يتقال مثلا ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. فطول الوقت الفتيات والنساء محذوف عليهم تراث من الهم القديم فتبقى بس ما فيش كلام من ده صح يعني ان انا اعود الزوج على حاجات معينه عشان تستقيم الحياه والدور الام اللي بتلعبه الزوجه في بعض الاحيان. ما انا عايزه اكمل بس هي مش حكايه ايه اللي صح احنا بنفسر بنشخص من اين اتى المرض. اتى المرض من ايه؟ الاشخاص اللي كانت بتكلمنا دلوقتي دي حتى هو بيشكو من زميلات العمل. ليه بقى؟ لانه اذا كانت المراه جربت اساليب العداله الحديث العادل فاكتشفت انها لا تؤدي الى شيء فتلجا للمؤامره مش كده؟ اتفرجي على مسلسل حريم السلطان، سلطان طول الوقت بياخد قرارات بتقولها له ها الاوض المؤامرات. فاذا كانت فكره المؤامره هي السبيل فبتبقى بريئه طيبه لكنها تتعلم المؤامره والا لن تستطيع التعامل مع هذا الاسد، فضلا عن حاجه ثانيه يعني هو بيقول زميلاتي في العمل هو طول الوقت بينقل علاقته بالمرأة من البيت للعمل كمان فما يروح العمل يبتدي يتعامل معاه وفقا لخياله الاجتماعي عن المرأة ولذلك هنا التعامل احنا محتاجين تربية جديدة يعني على الأجيال أن تأخذ فرص في تربية جديدة وتدريب جديد على الأدوار تمام الاجتماعيه جوه العلاقه الزوجيه. هرجع لك مره ثانيه يا دكتوره لكن كلميني رحاب عن صفحه طلبات المفروسه اوامر والمفروسات بقى اللي موجودين عندك على الجروب والدنيا ماشيه معاهم ازاي. في 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 رجاله موجود في ستات مش هقول بتشتكي يعني مش كلهم بيشتكوا بتنفسوا يعني يعني فك فك عن بعضنا شويه. في 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 ستات شايفه الحياه الزوجيه بشكل ثاني خالص غير اللي كلنا بنحكي فيه ده. ايه يعني شايفاه ايه؟ يعني أهم ومسؤولية وبس مش شايفة فيها أي شيء مبهج خالص يعني جابة من ورا صورة سلبية وسيئة فمش شايفة فيها أي شيء مبهج حتى لما تيجي تتكلمي عن العاطفة أو الرومانسية اللي كان بيتفضل يتكلم فيهم الدكتور تقول لك لا ده مش موجود تماما خالص ولا في أي علاقة من العلاقات ولا حميم ولا غير حميم مش شايفاه خالص يعني كل شايفاه جايبة من الآخر زي أمينة البيت والولاد إزاي الحياة قائمة إزاي معاكي ماشية إزاي كده ماشية ماشي طيب الفئه بقى الثانيه اللي بتشوف المشاكل واللي هي حاسه انه الرجاله بقى بتبتدي تتكلم على ان الزوجه المصريه مش بيجيبوا سيره النكد قد ما بيجيبوا سيره ان الزوجه المصريه دلوقتي لا تصلح هات من بره اتجوز الجزائريه تبقى فل اتجوز اليونانيه لا اللي اتجوز الفرنسيه مش عارف يحصل له ايه لا يعني بيجيبوا من بره مصريا لا خلاص بقينا اخر الليسته بقينا اخر الليسته مش بسبب النكد ليه بقى؟ بسبب انه اتحصرت في بقيت ام بس مش بقيت زوجه ومسؤوله بقيت ام بس. طب دي مش مشكله الراجل ولا موجودة. مشكله الست؟ ما هي امه موجوده مش محتاج ام يعني انت مش محتاج دايما ام مامته موجوده مامتك في البيت على فكره يا حبيبي روح يقول لي بس يا ماما انا مش ماما ماما في البيت انا 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 حاجه تانية انا شيء تاني خالص انا انا الشق التاني انا النص التاني انا اللي بكمل اللي انت بتعمله هو والله من وجهه نظري انا بعمل وهو بيكمل اللي انا بعمله مفهوم عشان مش بكلم عن رحاب بتكلم في العادي الست دلوقتي بقى على عاتقها اكثر من الراجل بكتير مع احترامي طبعا صحيح طبعا لا لا صحيح يعني ده احد الاسباب برضو الضغوط وانها شايله مسؤوليه الولاد والبيت والولاد لما بينجحوا ما بينجحوش لوحدهم لما بتلبس الهدوم وبتخلعها تجيبها من الدولاب نظيفه ده ما بيحصلش لوحده اكيد انا بعمل ده لما بتيجي تاكل الاكل بيتلم وتقوم من النوم تلاقي نفسك بتغطي ده ما بيحصلش لوحده اكيد برضو انا اللي بعمل ده يعني في حاجات هو مش بيشوفها او بيشوفها وبيشوف نتائجها عادي بتاخده طبيعي عادي طبيعي انك تعملي كده طب فين بقى تقدير انت فعلا طب انت شايف ده فعلا طب يعني طب كويس اللي انا بعمله ايه طب ما عادي كل بيعمل كده مالك في ايه طب ما عادي طيب ده انت اقل واحده فيه انت عارفه ان لينا دراسه عن ميزانيه الوقت عند النساء والرجال لما قلنا نتيجتها الرجاله شتمونا لاننا اكتشفنا ان النساء بتقوم في اليوم الواحد باكثر من 15 نشاط متوازيين يعني تحط ميه تغلي وبترد على التليفون وتشوف الولد وهو بيعمل الواجب
فتقوم بانشطه متوازيه. والرجال بتقوم بانشطه حتى اعتبرنا انه حديثه في التليفون لوالدته يطمن عليها نشاط. او قعده على القهوه نشاط. فطلع انه الرجال بيقوموا بانشطه اقل من ربع الانشطه اللي بتقوم بها النساء. فغضب الرجال من نتائج البحث رغم اننا كنا بنسال الرجال وبنسال النساء بموضوعيه شديده. لكن ربنا عاملهم كده يا جماعه يعني. ربنا عاملهم كده بس هيطلعونا لغايه فوق ما عشان كده هي الام عشان يعني. ممكن نسمع الحاجه المهمه دي بعد الفاصل يا دكتور ونحاول برضه نستقبل تليفونات حضراتكم ونسمع رايكم. الستات مش نكادية، الست أي ست في الدنيا مش نكادية، ست عايزة تعيش زي يعني عيشة عادية ومطالبها بسيطة جدا، ما فيش ست نكادية، بالعكس ده عشان ضغط الحياة والغلا والحاجات اللي احنا فيها بس. الست مش نكادية ولا حاجة، هو بس بيبقى هي شايفة إن هو في حاجة معينة في سلبية معينة وبس، فهي بتعترض عليها لكن مش نكديه ولا حاجه. هو بيشوفها نكديه لان هي ما بتستحملش وهو كمان ما بيستحملش، هما الاثنين يعني هما الاثنين بينكدوا على بعض. مش كلهم نكديين والله، بس هو الراجل برضو عليه عبء كبير برضو، ويخفف عنها الاولاد والبيت والعيال والحاجات دي كلها بتبقى برضو عبء عليها هي وشغلها وده كله. دايما الراجل هو اللي بيجيب المشاكل في البيت، لكن زوجها هتبقى نكديه طالما هو موفر لها كل حاجه، هتبقى نكديه ليه؟ ده كان رأي بعض الستات في السؤال المطروح على حضراتكم وعلى ضيوفنا، وبنحاول نفهم الطبيعة النفسية للرجل والمرأة عشان الحياة تستقيم. يعني أكيد الناس عايزة تعيش حياة كويسة بدون مشاكل وبدون نكد. دكتور وائل قل لي، العيادة عند حضرتك أغلب المرضى يعني أو يعني سيدات أكتر ولا رجالة؟ لا الحقيقة سيدات وبنات مساكين. مساكين يعني سيدات وبنات. بس اقدر اقول لك انه اللي هي بدون رجل يعني اما انها لم تتزوج او انها مطلقه، دي اكتر بكتير من التي تحيا في كنف. ما اعرفش لانها مستريحه اكتر ولا لانه منعها تخرج. لان ده موجود طبعا بلا جدال. هي بس النقطه اللي كنت عايز ابين عليها انه اول ما بيحصل الخلل في العلاقه دوت ويبقى احد الطرفين ادركه كويس او الطرفين ادركوه، بيبتدي كل طرف او الطرف اللي بره اللي هو غالبا بيبقى الراجل يبتدي يدور على اصحابه، يبتدي يدور على الناس القدام اللي كان يعرفهم، ويبتدي يبقى مفيش حوار ما بينه وما بين الزوجه دي. رد الفعل بقى هنا بيبقى ايه؟ طبعا مع دخول الانترنت كمان ابتدى يبقى في ناس تخش تعمل حياه تانية خالص على الانترنت، يعني هناك فبيعوض يعني بيبقى في حاجه بديله. المشكله هنا انه بقت المساله مستخبيه. يعني اصبح انا اللي بتلعب معايا دور ام دي، أنا عندي حبيبة بقى في مكان تاني وبقعد أتكلم معاها. الحدوثة لما بنوصل لكده ردود الفعل بقى لما تيجي تشوفيها، أول يعني في ناس بتاخد رد فعل ناضج إنها تستمر في رعايتها لهذا الزوج بالرغم من الغلط اللي واضح قدامها. مش تروح قطعة مية ونور. لأنه الحاجة التانية إن أنا أروح عاملة رد فعل عصابي، يعني أبتدي اشيل بقى واتغل وابقى في غله طول النهار واتخانق في كل حاجه وباي سبب، او ودي للاسف الشديد اخطر. مش صعب طب قول لي او ايه؟ عارفه الاخطر ايه؟ ان انا اعمل انا بقول عليه دفاع ذهاني، يعني دفاع غير واقعي بالمره او بعيد عن الواقع، تنفصل تماما وتشوف ان مفيش مشاكل مع جوزها. كتير قوي لما اسال واحده على جوزك اخباره ايه وبتاعه، وبعدين يعني حصل كتير جدا على مدى مثلا 25 سنه اللي انا اشتغلتهم دول، ان الست اللي تديني صوره مثاليه لجوزها وحياتها معاه، اعرف ان انا بعد شويه هكتشف خلل مزمن ورهيب. الحته الاخيره ان انا الغي ده، في ناس بتبقى شايفه ان ده نوع من التوائم مع الموقف. الحقيقه ان هو فشل ذريع. الاخطر من كده او المرحله اللي بعد الاهمال وعدم الاكتراث بالاخر، انه ابتدي انا نفسي اتراجع على المستوى الشخصي وابتدي اشك بقى هو في واحده في حياته. انا كده قللت من نفسي بدل ما كنت مش مهتمه بيه، لا ده انا ابتديت احس ان انا بضيع خالص. امال الست تعمل ايه؟ ده الست كده والراجل بيعمل كده يا جماعه. الدفاع ده انا ما بميزش على فكره بين الاثنين، يعني انا بتكلم على الزوج، قصدي الزوج او الزوجه.
الاثنين. طيب انا فهمت برضو من كلام حضرتك انك بتلقي اللوم او احد الاسباب ان الست بتلعب الزوجه بتلعب دور الام مع زوجها. اه ده غلط. لا احيانا الزوج يبقى محتاج ده. ما عشان كده بقول لك ساعات الراجل هو غير يستدعي. بصي اقول لك حبيبتي وامي وصاحبتي يستدعي حاجه باخطائه ويستدعيه بوعيه لانه حاسس انه محتاج لها. يعني بعد والدتي ما ماتت مين اللي هتقوم بالدور؟ لازم تبقى زوجتي. ما هجيب واحده ثانيه. هي زوجتي بس بشرط انها تقدر تقوم بالدور ده وتقدر تقوم بدور الحبيبه. يعني هي تبقى على حسب تعمل الاثنين زي ما على فكره انا مطلوب مني ابقى. طب كل خليني يا دكتور الرجال. اسمع راي الناس وارجع لحضرتك مره ثانيه. ودكتوره هدى عارفه ليها تعليق. لكن ام جودي ام جودي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مبدئيا انا عايزه ارحب بصاحبتي الاول اللي عندكم مدام رحاب. يبقى انت من الجروب بقى. بالظبط. بس انا والله مش من المفروض. انت مفروض يعني. انا مش مفروض والله ولا حاجه. بس انا عجبتني فكره الجروب نفسه فحبيت ان انا اشترك فيه الحقيقه يعني. وبنخش نشوف اراء بعضينا ولو واحده عندها مشكله يعني بنحاول نتكلم او نتناقش يعني من الاخر. بس انا يعني معلش انا ليا راي في الموضوع ده. وانا بشكركم انكم يعني فتحتوا الموضوع ده لان الكلمه دي بتضايق ستات كتير قوي. تحس انها شتيمه يعني. الست لما بتزعل شويه مع جوزها في البيت الدنيا كلها بتتصدي في وشها. هو بالنسبه له هو بيخرج بيروق نفسه بره بيقعد مع اصحابه بتاع فخلاص بينسى المشكله. انما هي محطوطه في محور المشكله في قلب البيت فبتفضل في المشكله. ففي حاجه يا جماعه هنا. هو الموضوع الست مش نكديه ولا حاجه. هو قصه لو في تقدير من الطرفين مش هيبقى كده. تمام. ام جودي شكرا ليكي معايا. استاذ علاء اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه رايك يا استاذ علاء؟ لا 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 طبعا. هو الزوج محتاج وزيره معاه. محتاج ايه؟ وزيره وزيره تساعده في الشؤون لكن ما تبقاش وصايه عليه. تساعده لكن ما تبقاش ليها وصايه عليه. ما يبقاش ليها وصايه عليه. لان امال مين هيقول لك لو ما كانتش المدام تقول لك؟ يعني لازم كل راجل يكون في حد بيقول له بيوجهه يعني تبقى في حياتك كده ما فيش حد ليه كلمه عليك؟ لا وزير وزير مش رئيس جمهوريه. خلي بالك وجابت من تحت لان رئيس جمهوريه كتير. طيب وزير اشور ويشورني لكن ما ينفذش رايه عليا وهو دوت اللي هيحصل. كويس والله. طيب طيب فالاسلوب يعني انت بتتكلم على الاسلوب يبقى ازاي. تمام يا استاذ علاء. قولي لي يا دكتوره طيب الخلطه الوصفه تقوليها للستات دلوقتي. انا متغاظه عارفه ليه؟ مفروض. لان طول الوقت احنا بنتكلم هو الراجل محتاج ايه؟ وكان هو الكائن الوحيد اللي نلف احنا حواليه بس كده. لارضائه. ايه الراجل محتاج ايه والمراه محتاجه ايه؟ يعني حتى في اسئلتنا يكاد يكون السقف اللي فوقنا رجالي. وهنا انا يعني محتاجه اقول حاجه يعني فضل. مثلا الرجال الست اللي بتقول الرجاله بتتكلم بره البيت وتفك عن نفسها يعني النساء اسرع في الشكوى واسرع في الاتصال بالنساء. واحنا بنشوفهم ماما كانوا زمان يغسلوا غسيل على الترعه يبقوا حكوا كل ما حدث من حماتها ومن جوزها. تركب القطر تقعد قدامها واحده بعد دقيقه كل اشياء الخاصه تكون طرحت. فالنساء بيتمتعوا بخاصيه الغسيل النفسي. يعني دلوقتي بقوا يروحوا للدكتور وائل طبعا. لانه دول نساء طبقات برضو يعني نساء الطبقه الوسطى يعني دي اللي بقت يعني متاكله. فتروح تشتكي للطبيب النفسي. لكن في طب في حاجه انا اصلا بقاطعك. طب في المقابل بس اقول لك على حاجه بقى. يعني احنا برضو الراجل لو اشتكى ده يعني يهديه وينفس عن نفسه زي ما انت بتقولي ولا بالعكس؟ انا خايفه ان الراجل لما بيشتكي الراجل زيه بيقومه او يا عم ما مراتك زي مراتي كلهم حاجه ما يعلم بهم الا ربنا وكانت الراجل حتى لو اشتكى بيبقى محرج لانه جوه هي بيشتكي جوه. لا هو كمان جوه الصوره الاجتماعيه. لا بس كمان كرجل لا يسمح بشكل انا ما كملتش الجمله. ادوني فرصه انا بسمعكم. الراجل لما بيبقى جوه صوره اجتماعيه عن رجولته بيبقى حتى لو اشتكى يشتكي من اشياء سطحيه للغايه ولا يضحي بانه يفرش كل اللي في قلبه. بدليل بقى وانا هقول حقيقه مؤلمه خالص. ونشوف وزاره الصحه واحنا هنلاقيها. هي مكاتب المعاشات مليانه ستات لابسين اسود ليه؟ مش عشان في رجاله جالهم ضغط وسكر ومن سن الأربعين تجدي النحر والوفاه. يا اما الرجال
تعيد النظر في طريقتها في التعامل مع الحياة ومع المرأة، يا إما سنهم لمؤاخذة بقى ما يزعلوش. طيب هنخلص علينا قدامي، خلاص بخلص الحلقة، فأسمع تعليقات أخيرة برضه. اتفضل يا دكتور. الأول إحنا حاطين الست في وضع مفهومة ظلم شديد جدا ليها. ليه؟ لأنه الست من حقها رجل واحد شرعا، من حقها رجل واحد والراجل ليه أكتر من كده. هل ده تمييز للراجل ولا حاجة تانية؟ المطلوب من الراجل في ظل هذا الوضع اللي الست ملهاش غيره أنه يكون كل الرجال في هذا الرجل، يعني كل ما تحتاجه من الرجال. من الرجال فين يا دكتور؟ عم يا فندم المدام فين؟ مدام حضرتك لازم اسالها الكلام ده كده نظري ولطيف كده ولا هي لا؟ يعني شوفي ده مش مطلوب من الست، يعني ده مش مطلوب منها، ده هي مطلوب منها تكون نفسها عشان انا ابقى يعني رحيم، ابقى عارف انها دي عليها عيال ما حدش قادر يستحملهم وعليها شغل كبير جدا بتعمله في البيت اللي الدكتوره قالت انه غير مدفوع الاجر. تمام. للاسف هو فعلا غير مدفوع الاجر، بس في نقطه مهمه بقى اخيرا، مش مطلوب منها ده، لكن هو ده مطلوب من الراجل. طيب الراجل ما بيعملش كده هنيئا للرجاله في مصر ان هو بقى معاه واحده بتلعب ام معاه، والله اعلم بتلعب عاشقه على الانترنت ولا ما بتعملش على بعض. طيب زوجات مفروسات هندخل ونشوف الجروب ده، ولو عايزه تقولي كلمه اخيره بسرعه جدا. لازم الراجل يشوف الدور اللي الست بتعمله طول النهار، مهم قوي يراعي ده، لو رعاه هي مش تبقى زعلانه ولا هيكون في نكد. انت عارفه حتى لو ما استجابش لطلباتها اللي هي بتوحي للنكد دي، وشاف بس ان اللي هي عملته ده كويس او تسلم ايديك او ده كويس، دي بتحل محل دي. يعني لو انت ما عملتيش اللي انا عاوزاه، احنا عايزين يا جماعه غير كل بيت ان شاء الله يكون فيه هدوء وسكينه وراحه بال والطرفين يكون سعداء. اسعد مراتك هتسعدك، اسعدي زوجك هيسعد، يعني هي موصله لبعض. شكرا لكم ونشوفكم ان شاء الله بكره في الحياه اليوم. تصبحوا لا لسه بدري، اشوفكم على خير.